طلابنا من مختلف التخصصات. احنا طبعا لطلابنا هاي المسج، احنا we are very proud of cooperation with SkyTech. SkyTech representative لـ SAP in Jordan. So عندنا very very long history of cooperation with them، وان شاء الله راح نشتغل مع بعض الفصل الجاي اشياء يعني more let us say professional، نشتغل اشياء لها علاقه بالتدريب الطلاب certification as well. So باسمكم جميعا انا حابب ارحب ضيفتنا العزيزه اليوم الانجينير سعدد ابو خاطر. سعدد شي از اندستريال انجينير، شي جوت هير ديجري فروم هاشميت يونيفرسيتي، شي هاز مور ذان 12 years of experience in ERP systems اللي هي انتربرايز ريسورسز بلاننج سيستمز. شي از ا برودكت اونر اند تيم ليدر ات SkyTech. And she has also SAP certified associate business one version 10, I guess. طبعاً during the service within SkyTech, she has participated in implementation of over 110 projects in SAP business one across different sectors in Jordan. So باسمكم جميعاً برحب بسؤدد، وشكراً مرة تانية إنك كنت معنا ومعنا هلا، وان شاء الله هيك طلابنا يستفيدوا. راح ناخذ هاي المحاضره تكنيكال، وونس يو كومبليت يور برزنتيشن راح يكون في كيو اند اي سيشن فور ا وايل. وشكرا جزيلا، تفضلي. يعطيكم الف عافيه جميعا. ثانك يو دكتور على الانترودكشن. اليوم ان شاء الله يا جماعه راح نكون معكم هيك ب يعني برزنتيشن خفيف، يعني ما راح نطول عليكم كثير. هلا انا فهمت انه انتم اوريدي يعني انكلودد بالكورسات تبعتكم، يعني على الاقل فكره عن عالم الاي ار بي كساينس بالاول وكتطبيقاته بالواقع العملي. صلحوني بس اذا انا غلطانه يعني. هلا اسمحي لي سعدد، يس بس بعد ابنك، احنا اليوم معنا بيسكلي واهم شيء طلاب الكمبيوترز اكاونتنج شعبه الدكتور رشا، من مجموعتي انا كمان عندنا طلاب ياخذوا account information systems نظم معلومات محاسبيه، وفي عندنا other يعني sections already included، في عندنا مجموعه من الطلاب بالinternational accounting وكمان بالtaxation. بس احنا يعني كل شغلنا حوالين الانفورميشن تكنولوجي وعلاقتها بالاكاونتنج. يجول الطلاب بياخذوا عندنا two key courses، واحد account information system هذا اللي prerequisites للcomputerized accounting. في الaccount information systems احنا بناخذ five business cycles، وبعدين بناخذ شيء عن internal control والsecurity as well، وبعدين طبعا ثيوري باخر الشابتر او اخر الكورس. انا اي يوز تو تيك ذيم تو ذا لاب، هلا اللاب عندنا اندر ابجريدنج سو ما كان في مجال ان نشوف البزنس 1. زميل زملائي اللي بدرسوا كمان كمبيوترز اكاونتنج بيكملوا مع الطلاب من خلال برمجيه كويك بوكس، بياخذوا كمبيوترز اكاونتنج بس انا بعطيهم شابتر كامل عن اي ار بي، بيشوفوا الاي ار بي وال الفايف كومبوننتس تاعونه بما في الريبورتينج، ريفينيو اكسبنديتشر، هيومن ريسورسز اند برودكشن. طيب ممتاز، يعني خلينا نقول كل الاودينس اليوم اللي معانا من الطلاب اوريدي يعني على الاقل بيكون عندهم فكره عامه عن الاي ار بي ككونسبت. اوكي، وبرضه يعني تو ريفرش ايفري ونز ميموري، خلينا نحكي بشكل سريع انه اليوم يا جماعه الكونسبت تبع الاي ار بي او اللي هو الانتربرايز ريسورسز بلاننج، الفكرة منه بس إنه يسهل خلينا نقول يعني حياة الشركات ويطلع فيها على الأتمتة، مشان نطلع من الطريقة التقليدية بتسجيل الداتا وبالكوميونيكيشن بين الديبارتمنتس تبعت الشركات. هلا بس عشان تكونوا بالصورة، اليوم الاي ار بي كساينس طبعا هو مطبق، يعني بلش يطبق بالعالم من خلينا نقول من تقريبا من الثمانينات، و يعني على ارض الواقع عشان انت تقدر تطبق الاي ار بي ككونسبت يعني بدك تولز عشان تقدر تطبقه. تمام، هلا هاي التولز اللي هي عباره عن سوفت ويرز، يعني كثير شركات بالعالم يعني خلينا نقول بلشت في هذا الموضوع وعملت عدد كثير مهول خلينا نقول من الابلكيشنز او من السوفت وير. هلا باختلاف السوفت وير طبعا يعني بس بفرق خلينا نقول فيتشرز يعني عن بعض، يعني كل سوفت وير بيكون فيه له فيتشرز معينه، بيكون فيه له خلينا نقول يعني بيكون انكلودد فيه موديولز معينه، شاشات معينه، طرق تطبيق معينه،
بس at the end يعني الخلاصة كلهم بيكونوا مشتركين وبصبوا في نفس المفهوم تبع الـ ERP اللي هو خلينا نقول الـ integration بين كل الأقسام اللي بتكون موجودة بأي مؤسسة بأي شركة بأي مصنع. طبعا لما نيجي نحكي عن التطبيق ما عم نحكي بس عن قطاع خاص يا جماعة، عم نحكي كمان حتى عن الـ public sector بالـ government بالـ semi government. خلينا نقول ما في business process بتمشي أوكي بهالأيام تحديدا بدون ما يكون في full integration workflow قاعد عم بصير بين كل حدا قاعد عم بشتغل بهالبزنس workflow. تمام؟ فالموضوع مش خصوصية بس لا شركة، حتى كمان بالجامعات بأي نوع بزنس بأي نوع industry بأي sector صار الـ ERP ضرورة، بطل luxury مثل ما كان زمان. يعني إنه الشركات اللي أو يعني خلينا نقول أصحاب العمل أو أصحاب البزنس بدهم يطبقوا ERP لأنه هم they can afford it أو أنه هو luxury later on ممكن أنه ينعمل. هلأ بطل هيك الوضع لأنه بطل حدا قادر أنه يشتغل بالطريقة الورقية بالطريقة التقليدية تبعت أنه Excel sheets. حتى كمان يعني local systems هلأ حاليا بطلت قادرة أنها خلينا نقول to match حاجة السوق فعليا، مع انه حتى في كتير لوكال سيستمز. طبعا انا بحكي مصطلح لوكال سيستمز عشان انتم تكونوا فاهمين شو يعني. اليوم الاي ار بي لما طلع طبعا من شركات عالميه، بس زي ما حكيت لكم بالاخر هو كونسبت بيطبق بابلكيشن بسوفت وير. هلا ففي كتير بلاد ومن ضمنها يعني احنا اكيد هون بالاردن عادي بتيجي شركات اي تي شركات برمجه هم بيعملوا سيستم انهم عندهم فروم سكراتش، هم بيعملوا سوفت وير فروم سكراتش. هلا بهيك سيستمز احنا بنسميها لوكال، ليش؟ لانه هي بتكون اوريدي بس منتشره في البلد اللي 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 طلعت منه. اوكي وفي كتير امثله هون بالبلد عن لوكال سيستمز. بينما الانترناشنال سيستمز اللي هي طالعه من من شركات انترناشنال، هاي بتكون طبعا على ستاندردز عالميه وبتكون طبعا منتشره وورلد وايد. واحدة طبعا يعني من الشركات SAP اللي هي احنا رح نحكي اليوم عن الـ عن السوفت وير تبعهم. في عندكم طبعا مايكروسوفت، في عندكم اوراكل، في عندكم كتير طبعا اسماء معروفة جدا يعني. فبنرجع بنقول انه بطل لكجري موضوع الـ ERP، صار necessity ضرورة عشان يعني كتير نواحي، منها انه الداتا انتري تصير عملية انظم يعني اكثر تنظيما. خلينا نقول بطل ان الموضوع معتمد على الموظف بشكل عشوائي، عبى هالورقه عبى هالفورم وخباه بجراره خباه بشي بمكتبه عنده، لا صار كل شيء اتمت. الداتا انتري لازم تدخل بعمليه منظمه بوقت حقيقي يعني ريل تايم، لازم تدخل بطريقه مرتبه، لازم تكون governed عن طريق approval process معينه. يعني اليوم بيجي عندي مثلا محاسب، اوكي المحاسب هذا بده يدخل حركه معينه، قيد مالي، قيد محاسبي ما. كثير من الاي ار بيز فيها فيتشر انه ما يتخزن هذا القيد يعني بالبرنامج بالسوفت وير بدون ما يمرق بابروفال سايكل معينه، موافقات يعني نظام موافقات، انه يمرق على مديره ومديره يوافق، واذا وافق مديره يتسجل القيد. مثال يعني. غير موضوع الداتا انت طبعا وتنظيمها، كمان موضوع يا جماعة التقارير. يعني اليوم أي شركة ما فيها تموف فورورد وتتقدم وتتطور بدون ما تعرف شو وضعها بكل الأقسام يعني، وما بتقدر الشركة تعرف وضعها بدون ما يكون في عنا reporting tools كمان قوية معتمدة على داتا حقيقية ومزبوطة ودقيقة. فإذا أنا بلا تقارير وبلا سهولة صناعة التقرير أو سهولة استخراج التقرير، كمان ما بقدر أوصل للمعلومة اللي أنا بدي إياها. يعني أنا اليوم مثلا تعال أنت على أي شركة أو أي مؤسسة بغض النظر، في عندها عملية بيع، أوكي بتبيع منتج معين، بتبيع خدمة معينة، المهم في سيلز بروسس بالموضوع. فبتيجي أنت على شركة أكيد بما أنه هاي شركة عم تاخد يعني مصدر إيرادها ومصدر دخلها الأساسي من خلال عملية البيع اللي عم بتقوم فيها، فكتير مهم عشان تقدر تقيس الأداء
تقدر تعرف هل أنا عم بحصل أو يعني هل أنا عم بحقق تارجت البيع اللي أنا عم بحطه ببداية السنة؟ يعني بتعرفوا يعني الشركات هلأ روح على شركة، روح على مصنع عندهم برودكت معين ببيعوا، تمام؟ أكيد بيجي بقول مثلاً أنا هلأ بداية السنة مثلاً 2023 أنا حاطط تارجت لحالي مثلاً لازم أحقق مبيعات مثلاً بقيمة خلينا نقول 100,000 دينار، تمام؟ من برودكت معين، من خدمة معينة أو توتال حتى مجموعة، أوكي؟ هلأ هو بده يجي يقيس هل أنا حصلت هذا التارجت أو لا؟ شو كانت العقبات اللي أنا واجهتني مشان مثلاً لا سمح الله ما حققتش إلا نسبة ضئيلة من التارجت ما كنت متوقعها؟ فكيف بدي يعرف هاي المعلومة؟ لازم يكون في عنده تقارير يقدر يعني يعملها execute أو يعملها run بطريقة سهلة سريعة، وهاي التقارير تكون معتمدة على داتا صحيحة. فهو ما بقدر يعمل هذا الإشي بدون حالياً يعتمد على software صراحة، لأنه هلأ تعرفوا يعني معظم الشركات المصانع المؤسسات إلى آخره فعلياً كل هذا الحكي بيشتغلوا على إكسل، بس حالياً بطل هذا الحكي ممكن وريلايبل صراحة، لأنه الإكسل بتعرفوا الإكسل أول شيء قد ما كان يعني الواحد عنده إكسل سكيلز، بس إذا عم نحكي عن حجم عمل كبير، عم نحكي عن فترات زمنية طويلة، صعب السيطرة على الإكسل، وبلس كمان إنه حتى الداتا ما بتكون يعني خلينا نقول بروتكتد، يعني الإكسل بتعرفه حتى لو حطيتوا عليه باسوردات وكذا أي حدا بالآخر بفوت بعدل على الإكسل وبغير أرقام، فمش إشي يعني خلينا نقول يعتمد عليه مشان اتخاذ قرار وقياس مؤشر أداء. فاهمين علي؟ فاليوم الـ ERP باختصار بسهل الـ Data Entry، بسهل التقارير واتخاذ القرار، وأهم من هذا الحكي كله كمان شغلة كتير رئيسية اللي هي بسهل التواصل بين الأقسام، وبسهل كمان عملية تحمل مسؤولية الـ خلينا نقول المهام أو التاسكس. يعني أنا اليوم بالوضع القديم أو التقليدي بدون ما يكون في ERP طبق بيكون إنه مثلاً قسم المشتريات بالشركة مستقل ما بيتواصل مع قسم المبيعات، ما بيتواصل مع قسم المخازن، ما بيتواصل مع قسم المحاسبة، فعلياً كأنه كلهم شركات صغيرة بقلب الشركة الكبيرة، وكل واحد عم بيحكي يعني كل واحد بس يعني عم بتواصل بس مع يعني خلينا نقول موظفين القسم نفسه، ما بتواصل مع الأقسام الثانية، وهذا الحكي طبعاً بيعطل الشغل، بيعمل كتير مشاكل، وبيخلي كل حدا مثلاً ما يتحمل مسؤولية الغلط اللي ارتكبه، فبصيروا إنه لا ما المشكلة مش أنا سببها، سببها القسم الثاني فلان، وما حدا فعلياً بالآخر أصحاب القرار بالإدارة ما بيقدروا يعرفوا بالضبط مصدر المشكلة الحقيقي من وين، ومين اللي الشخص المسؤول اللي لازم يتحاسب. هذا الحكي كله طبعاً لما يتنفذ الـ ERP بشكل proper عن طريق application طبعاً أكيد قد حاله، هذا الحكي طبعاً كله بينحل بيلتغي، ما في داعي ل خلينا نقول كل واحد بصير بزت الغلط على الثاني، ولا بصير في تواصل مأتمت منظم بين كل الأقسام، وأي إشي بعمله قسم ألف بنعكس على قسم باء وهكذا، وبصفي طبعا سنس انه كل حدا كل مستخدم يعني للسيستم هو المسؤول عن الداتا اللي قاعد عم بدخلها وعن الحركات اللي قاعد عم بيعملها، فبصفي انه كل شيء ريكوردد باسمه، وبصفي انه كتير سهل نعرف المعلومة من وين انه هو هذا فلان اللي كان سبب المشكلة الفلانية، فهذا الشيء كان بيسهل على الإدارة تريسينج المشكلة وحلها. يعني هي الفكرة مش بس انه احنا نلوم شخص معين، لا هي الفكرة عشان احنا بس على الأقل نعرف الروت كوز للموضوع ونقدر to address it يعني ونحله وخلص ونتجاوز الموضوع to move forward. فهدول خلينا نقول three main benefits لتطبيق أي ERP بأي institution. فاليوم عشان احنا نحط يعني هذا الاشي على أرض الواقع بتطبيق عملي عشان تتخيلوا انتو أكتر، اليوم واحدة من الـ software أو الـ applications اللي بتحكي هذا الحكي بتطبق مفهوم الـ ERP هو SAP Business One. SAP Business One يا جماعة هو ERP معمول للـ small and medium size companies، تمام؟ طبعاً برجع بقول companies أي نوع company بغض النظر، حكينا شركات تجارية، صناعية، خدمية،
قطاع خاص، قطاع عام، سيمي جوفرمنت، شو ما كان. اوكي، الكومباني تندرج تحت كل هدول المسميات. فاين. فلما نحكي احنا سمول اند ميديوم سايز، السمول اند ميديوم سايز بتتطرق باكثر من معنى كمان. معنى عدد الموظفين اولا. اوكي، لما نحكي يعني خلينا نقول ما بتتجاوز ال 5000 موظف. اوكي، هذا يعتبر من سمول لميديوم. زائد غير عدد الموظفين بيلعب دور كمان طبيعه البزنس وتعقيد الاوبريشنز اللي موجوده بالبزنس. اوكي، يعني انا اوقات ممكن يكون عندي شركه عدد الموظفين فيها مو كتير، يعني ممكن يكون حوالي 20 موظف 30 موظف، بس الشركه البروسيس فيها معقده وعملياتها جدا دقيقه لدرجه انه بتخليني انا ما اضبط اصنفها كانها سمول او ميديوم. اوكي، فموضوع السمول او ميديوم كذا عامل، زي ما حكينا عدد الموظفين بيلعب دور، تعقيد العمليات بيلعب دور، عدد كمان الترانزاكشنز بيلعب دور. يعني انا اليوم شركه فيها فاتورتين بالشهر غير عن شركه باليوم الواحد عم بتطلع لي 1000 فاتوره. اوكي، فهي شغله مهمه. وكمان الريفينيو تبع الشركه كمان بيلعب دور. طبعا الريفينيو اللي عم نحكي عنه الايراد، يعني انا عندي شركه ايرادها بالملايين سنويا غير عن شركه ما عم بتطلع لي غير 100000 سنوي. فكل هذا بيلعب دور في تصنيف الشركات، هل هي سمول اند ميديوم ولا هل هي تعتبر لارج سكيل. تمام، فيما يخص البزنس وان هو ابلكيشن بالبق بس للسمول اند ميديوم سايز. بالنسبه للكومبانيز اللي لارج سكيل، الاس اي بي بزنس وان كابلكيشن اي ار بي ما بزبط عندهم يعني كتطبيق، لانه راح يكون فيه كتير محدوديات يعني ليميتيشنز، صعب تطبيقه. بهالحاله طبعا بنلجأ للاي ار بيز اللي هاير سكيل. بالنسبه طبعا للاس اي بي تحديدا، هلا الاس اي بي كشركه بس عشان انتم تكونوا عارفين للي ما بيعرف، يعني اس اي بي هي شركه انترناشونال، طبعا هي جيرمان بالاصل، وهي اول شركه طبعا اخترعت الاي ار بي بالعالم ككونسبت، وطبعا بلشت تطبق فيه. هم اول حدا عملوا اي ار بي ابلكيشن، وهي اس اي بي يعني كاختصار. طبعا هن الناس طبعا خطا شائع يعني بيحكوا عنه ساب، بس هو مش ساب، هو اس اي بي. ليش؟ لانه هو اختصار لثلاث كلمات، هو سيستمز ابلكيشنز اند برودكتس. تمام، ف اس اي بي عندها طبعا عدد مهول جدا من الابلكيشنز ومن السوفت وير. فيما يخص الاي ار بي تحديدا، بالنسبه لللارج سكيل كومبانيز عندهم ابلكيشن اسمه اس اي بي اس فور هانا. اوكي، وبالنسبه للسمول اند ميديوم عندهم مثل ما انتم شايفين طبعا البزنس وان. اوكي، خلينا نفرجيكم الاس اي بي بزنس وان عشان يكون عندكم فكره. انا راح اعمل شير سكرين عندي على الجهاز. يس، تفضلي. انا بس وين الشير سكرين؟ عندك مباشره في شير، من ضمنها بتختاري سكرين. ايوه هي خلاص اوبشنز تحت. ايوه هي شير، بس قولوا لي اذا شايفين الشاشه بليز. يس وي كان سي ات. خلاص ممتاز. طيب يا جماعه، هلا انا هون خلينا ازيح هيك. اوكي تمام. هلا الاس اي بي بزنس 1 هذا هو الانترفيس تبعه زي ما انتم شايفين. اوكي، هلا هو بالاصل عادي سوفت وير بنزل على الديفايس، بنزل على السيرفر حسب انتم وين بدكم تنزلوه. يعني في اكثر من طريقه انستليشن. الايكون تبعه زي ما انتم شايفين بكون من برا زي هيك، اسمه اس اي بي بزنس 1. اوكي، لما نفوت عليه من جوا بكون هيك الانترفيس تبعه. اوكي، هلا بدكم تكونوا عارفين شغله انه بالعاده يعني هلا الاي ار بي يعني انواعهم بيختلفوا من حيث الاكسس، بس فيما يخص الاس اي بي بزنس 1 انا ما بقدر اعمل لوج ان على السيستم بدون ما يكون في عندي يوزر نيم اند باسورد. تمام، ومش بس هيك طبعا، لازم هذا اليوزر اللي اعمل لوج ان فيه يكون معاه شيء بيسموه رخصه لايسنس. تمام، يعني بمعنى اخر عشان تكونوا فاميليار بالمصطلحات، الاس اي بي بزنس 1 هو يعتبر من الاي ار بيز اللي معتمده على شيء بيسموه نيمد يوزر. اوكي، نيمد يوزر معناته انا اليوزر اللي بعمل فيه لوجن لازم يكون معاه لايسنس.
هاي اللايسنس طبعا بتنشرها من اس اي بي نفسهم، اوكي؟ لانه هلا احنا يعني كبارتنر لاس اي بي احنا نعتبر ريسيلر يا جماعه، يعني كل بارتنرز اس اي بي بالعالم هم يعتبروا ريسيلرز. هلا بس عشان تكونوا عارفين، الاس اي بي بزنس 1 تحديدا هو اس اي بي ما بتبيعه دايركت للكاستمر، اوكي، اللي هي للشركه اللي بدها تطبق الاي ار بي، هي بتبيعه عن طريق البارتنرز او عن طريق الريسيلرز اللي هم البارتنرز يعني، تمام؟ فاحنا كبارتنرز احنا بنبيع الاس اي بي بزنس 1، بس اللايسنس نفسها هي من حق اس اي بي، فاحنا الكاستمر بيشتري اللايسنس من اس اي بي عن طريقنا، واحنا بنعمل امبلمنتيشن للاس اي بي بزنس 1 عند الكاستمر انفايرمنت. يعني حبيت بس اوضح هاي الفقره عشان تكونوا فاهمين، هو مش إشي عادي هلا انت يو كان داونلود سوفت وير عادي، لا طبعا مش افيلبل هذا الاوبشن، هو انت بتروح تشتري من بارتنر، وهذا البارتنر هو اللي بيعمل لك امبلمنتيشن. اللايسنس تشتريها من اس اي بي، وباقي ما تبقى بيرجع على البارتنر. فاين، فانا هلا فايته عندي على الاس اي بي وباليوزر تبعي باللايسنس تبعه، تمام؟ فهذا الانترفيس مثل ما حكينا. هلا مثل ما انتم شايفين الاس اي بي بزنس 1 يا جماعه، هاي الانترفيس اللي احنا شايفينها قدامنا، هاي احنا بنسميها انترفيس الهانا. شو يعني الهانا؟ الهانا هو عباره عن نوع داتابيس اخترعته اس اي بي، اوكي، يعني كوبي رايت لاس اي بي. هلا الاس اي بي بزنس 1 كابلكيشن في منه نوعين داتابيس، في الهانا داتابيس، اذا كانت هانا داتابيس بيكون شكل الانترفيس زي ما انتم شايفين، اذا كانت سيكوال داتابيس بيكون شكل الانترفيس مختلف، اوكي. اكيد يمكن للجماعه اللي يعني بيعرفوا شويه معلومات تكنيكال عندكم خبره عن موضوع الاس كيو ال داتابيس او سيكوال داتابيس. هلا بتقدروا انتم يعني تتصفحوا اكثر عن الفرق بين السيكوال والهانا، بس يعني اختصارا بقدر احكي لكم انا شغله كثير يعني سريعه. الهانا داتابيس لها ميزتين رئيسيات، اللي هي انه فيها شيء اسمه ان ميموري كومبيوتينج، يعني بتعمل بروسيسنج للداتا جوا الرام نفسه، فهذا بيعمل يعني سرعة معالجة الداتا كتير عالية مقارنة بأي نوع داتابيس تاني اللي هو سيكوال وما إلى ذلك. زائد شغلة تانية تماما اللي هي موضوع زي ما أنتم شايفين قدامكم هاي المساحة اللي شايفين فيها الرسمات اللي أنا عم بطلع وبنزل فيها، هاي إحنا بنسميها يا جماعة اللي هي البزنس انتليجنس، أوكي، تولز. يعني زي ما انتم شايفين في عنا داشبوردز، في عنا كي بي ايز، وهي الاشياء كلها، هاي الشغلات كلها موجوده بيلت ان بالهانا داتابيس، يعني امبيدد جوا الهانا. فمجرد ما انا افوت على السيستم راح الاقي هاي الشغلات كلها موجوده. هلا بالسيكوال هذا الحكي مش موجود، يعني ما في عنا لا الميموري كومبيوتينج ولا في عنا داشبوردز كي بي ايز، ماشي الحال. هاي طبعا تعتبر ميزه بصراحه بالاس اي بي بزنس 1 هانا. ليش؟ لانه في كثير اي ار بيز ممكن تسمعوا عنها مش موجود فيها داشبورد كي بي ايز ابدا، فبضطروا هن الشركات يروحوا يشتروا سيستمز خاصه بس بالبزنس انتليجنس، زي مثلا اذا سمعتوا عنه اللي هو الباور بي اي تبع مايكروسوفت، تمام؟ هذا بس شغلته انه هو بيعمل داشبورد كي بي ايز وهي الاشياء. فشركات بتروح بتشتري وبتروح بتشبكه مع الـ ERP تبعها مشان ياخد الداتا من الـ ERP ويحللها ويعمل الاناليتكس والداش والـ KPIs وإلى آخره. بحالتنا إحنا ما في داعي تنلغى هاي الفقرة، وبنعتمد على الداش والـ KPIs اللي already embedded جوا السيستم، أوكي؟ والحلو فيها يا جماعة كمان إنه هلأ أنا شايف أنا عارضة بس عينة، بس هم فعلياً إذا إحنا منفوت جوا السيستم هم عدد مهول جدا، يعني هدول كلهم بيجوا بقلب باكج سيستم مجرد ما نعمل له انستليشن، اوكي، فتخيلوا الكميه، ماشي. فهي كمان يعني معلومه حبينا نذكرها. هلا غير عن هذا الحكي يا جماعه، في عندنا طبعا على الشمال اذا بتلاحظوا في عندنا اللي هي المين منيو تبعت السيستم.
شو يعني المنيو؟ اللي هي القائمة الرئيسية اللي بيكون فيها الموديولز اللي بتيجي بقلب السيستم. أوكي، فإحنا طبعاً هاي فول باكيج، لما نيجي نعمل إنستوليشن للسيستم بتيجي هاي الباكيج كاملة معه. أوكي، فزي ما أنتم شايفين على الشمال كل موديول يا جماعة بيعبر عن بروسيس معينة بقلب الشركات أوكي أو المؤسسات أو إلى آخره. أوكي، بس طبعاً شو برجع حسب طبيعة الاندستري. يعني إذا أنتم بتنتبهوا اليوم أنا عندي موديول للفاينانس للمحاسبة، في عندي موديول للسي آر إم بروسيس اللي هي كاستمر ريليشنشيب مانجمنت إذا سامعين عنها، في عندنا كمان موديول للبروسيس تبعت السيلز للبروكيورمنت، في عندنا كمان للبانكينج، في عندنا للستوك، يعني زي ما أنتم شايفين. هلا فاليوم أنا لما باجي أطبق بمصنع اوكي ما شرط اني انا اطبق كل الموديولز، في موديولز يا جماعه اجباريه خلينا نجي نقول، يعني لابد انه تتطبق، اذا ما تطبقت صفى يعني ما فيك تحكي انه هو استفاد من الاي ار بي كونسبت بشكل منيح. ففي عنا مانداتوري خلينا نقول موديولز، وفي عنا موديولز تتطبق حسب الكاستمر نيد وحسب الاندستري سبيسيفيكس. فانا اليوم لما باجي بدي اطبق في المصنع اكيد اكيد واحدة من الشغلات اللي لازم اطبقها اللي هي موديول البرودكشن، تمام، لانه اكيد المصنع عنده عمليه تصنيعيه فلازم انه نعكسها بموديول البرودكشن. مثلا اذا انا بدي اروح على شركه خدميه اوكي ما في عندهم تصنيع، فبالتالي انا ما بطبق عندهم موديول البرودكشن بس ببساطة. فأكيد هو ما بيلتغي الموديول، يعني ما في إشي اسمه ريموف موديول بالسيستم، بس هو سمبلي إنه إحنا ما بنقدره، يعني ما بنعمله سوتاب وما بنطبقه. بس الحلو في البزنس وان يا جماعة إنه هو من الـ ERPs اللي خلينا نقول كل ما كبر البزنس بيكبر معه، كل ما توسع البزنس بتوسع معه. يعني في ERPs أوقات إذا بتغير شوي بس بطريقة شغلك بالكبروسس يعني انترنال بتضطر انك انت تهد وتبني، يعني تهد الامبلمنتيشن كله اللي عملته وترجع تبني فروم سكراتش. بالبزنس وان هذا الحكي ما له داعي. ليش؟ لانه ممكن انه انت مش بس تغير بروسس، لا ممكن انك كمان تفتح بزنس لاين جديد. يعني انا اليوم مثلا عندي شركه تريدينج مثلا بنوع برودكت معين، اوكي لقيت مثلا انه اوفر لي انه مثلا الباكجينج ماتيريال اللي انا ببكش فيها البرودكت تبعوتي لما بدي اجي ابيعها، بدل ما انه انا استورد هاي الباكجينج ماتيريال صار معي مثلا راس مال معين، صار عندي قدره ماديه، فرحت انا فتحت مصنع او فتحت خلينا نقول بلاش مصنع، خلينا نقول ورك ستيشن اذا بدناش نعملها انه زي انه ليجل انتيتي انتايرلي، فتحت انا ورك ستيشن مشان انا اصير اصنع هاي الباكجينج ماتيريال بدل ما انا اشتريها، اوفر لي اني اصنعها. فصفى انا كشركه عندي بزنس لاين جديد، صح، غير البزنس لاين الاولاني تبع التريدينج. فهل انا كيف بدي اعكس هذا التطور اللي صار عندي على الارض الواقع في البزنس تبعي على الامبلمنتيشن تبع الاي ار بي؟ فبكل بساطه لانه بزنس وان فليكسبل ودايناميك مع تطور البزنس، انا باجي بكل بساطه ما كنت مطبق البرودكشن موديول، باجي بطبق البرودكشن موديول بس سمبل از ذات، بدون ما انه انا اروح بالاكستريم ميجر تبعت الري امبلمنتيشن. هاي بصراحه فيتشر ما راح تلاقوها باي ار بي ثانيين، حسب طبعا بالاخر يعني كل اي ار بي بيفرق عن الثاني وكل اي ار بي له ليميتيشنز. ما في اي ار بي بيرفكت، بس عشان تكونوا بالصوره ما في ولا اي اي ار بي بالعالم بيرفكت من حيث انه هو شامل لكل انواع البزنس كل انواع الاندستري وانه فلوليس وما فيه ولا غلطه، ما في، بالاخر هو سوفت وير مان ميد. والشركات عموما يعني انكلودينج اس اي بي كل فتره والثانيه بتطور على الابلكيشن وبتنزل منه نيو فيرجنز. يعني الاس اي بي بزنس وان تحديدا هلا انتم اللي عم بتشوفوها هي فيرجن 10، اوكي فيرجن رقم 10 وهي احدث فيرجن طبعا ريليس من اس اي بي. ف عبال ما وصلنا فيرجن 10 كتير كان في فيرجنز قبل، اوكي فهن كل نفس اس اي بي كل فتره بيرجعوا بينزلوا فيرجن جديد. هلا هم على اي اساس بينزلوا فيرجن جديد؟ بينزلوا بيست على فيدباك السوق طبعا، على فيدباك الكاستمرز، لانه اكيد يعني التصور اللي كان عندهم اول ما بلشوا فيه واول ما نزلوه على العالم اختلف هلا يعني عبر الزمن، اوكي بيز على اكسبيرينس الشركات وفيدباك الشركات. فهن بيدرسوا حاجه السوق،
وبيدرسوا هذا الفيدباك وهم internally بيعملوا recommendations وبيعملوا R&D وبيز عليه طبعاً بضيفوا features معينة، بيعملوا enhancements معينة، بيحسنوا من performance، بيحسنوا من design الشاشات إلى آخره، وبيصيروا بنزلوا الفيرجن على السوق. أوكي؟ هلأ إحنا طبعاً كpartners أكيد كل الفيرجنز الجديدة اللي بتنزل بننزلها مباشرة لزبايننا، اوكي، لانه من حق الكاستمر حسب طبعا قوانين اس اي بي انه ياخذ الفيرجن الجديده طبعا حسب شروط معينه لازم يكون ملتزم فيها الزبون، بس بالنتيجه من احنا بنقوم ننزله الفيرجن الجديده. اوكي، فالزبون حتى اللي اوريدي شاري يعني السيستم ومطبقه وكذا، الفيرجن الجديد ما بتاثر عليه. اوكي، يعني عادي انا هلا شغال، انا بشركه وشغاله عندي على الاس اي بي واموري تمام وصار لي ا فيو ييرز. اوكي، كل سنه زمان طبعا مش سنوي يعني بتنزل الفيرجن، يعني حسب اس اي بي كيف بتنزل، بس يعني ما في هالفترات الزمنيه المتباعده كتير، كل فتره والتاني بنزله. شو رايك بتنزل الفيرجن اي دونت هاف كمان تو ري امبلمنت، برضه هاي واحده من الفيتشرز اللي ما بتلاقوها بي ار بيز كثير. في اي ار بيز لما تنزل فيرجن اجباري بدك تكب السيستم انتايرلي وتعيد ري امبلمنتيشن اجباري. وهذا الحكي يعني خليني انا اعطي مثال، اذا سمعتوا عن طبعا الاي ار بي تبع مايكروسوفت هو مايكروسوفت داينامكس اي اكس، اذا سمعتوا عنه. للناس اللي كانت تعرف عن الموضوع، كان في عندهم داينامكس اي اكس 2009، اوكي، هيك كان اسم الفيرجن. لما نزل الفيرجن 2012 كل الشركات اللي كان عندها 2009 كبت ل 2009 يعني كبته وعملت ري امبلمنتيشن اجباري. طبعا احنا يا شباب بس عشان تكونوا عارفين لما نحكي عن شو يعني امبلمنتيشن، اوكي، قبل ما نيجي نحكي نعمل سايكلز وهذا الحكي، امبلمنتيشن هو عباره عن بروجكت عادي، مشروع له مراحل. اوكي، وكل الاي ار بيز يعني مراحلها متشابهه، بس اللهم بتختلف شويه مصطلحات. تمام، بما يخص مصطلحات مراحل تطبيق اس اي بي تمام للبزنس 1، في عندنا اول مرحله احنا بنسميها مرحله خلينا نقول التحضير للمشروع، يعني البروجكت انيشيشن. تمام، بهاي المرحله احنا بنعمل مجموعه من التاسكات، يعني احنا والزبون، يعني احنا لما بحكي احنا معناته بقصد الاس اي بي بارتنر اللي هو الامبلمنتر او البروفايدر، يعني كل هاي مصطلحات بتصب في بعض. فالبروفايدر بالتنسيق مع الكاستمر بيمشي بهاي المراحل تبعت المشروع. فاول مرحله هي البروجكت انيشيشن، بتكون يعني مكونة من إنه إحنا بنروح متعرف على الزبون وبنعمل كيك أوف خلينا نقول للبروجكت، وكمان بنعمل إنستوليشن للإس إي بي كسوفتوير. تمام، هلأ بعد البروجكت إنيشيشن بنروح على مرحلة مهمة تانية اسمها جمع المتطلبات اللي هي requirements gathering. تمام، شو يعني جمع المتطلبات؟ يعني إحنا اليوم كإمبلمنتر هو الـ SAP Business زي ما انتم شايفين ستاندرد، هو بينزل عند كل أنواع البزنس مثل ما حكينا، كل أنواع الاندستري. بس اليوم أنا ما في عندي software بالعالم ما بده configuration، صح؟ ما بده setup خلينا نقول، أو ما بده مجموعة من settings لازم إنها تتفعل. هلأ هن الـ SAP لما عاملين هيك software هم يعني عاملين standardization يا جماعة، عاملين software بالبق نظريا على كل انواع الاندستري. ف عشان هيك عاملينه كونفيجربل، يعني بمعنى اخر انت عن طريق مجموعه من الاوبشنز، مجموعه من السيتنجز بتفعلها او ما بتفعلها بتصير السيستم ابليكابل على هذا النوع من الاندستري. اوكي، يعني مثال صغير بس عشان تتخيلوا شو يعني سيتنجز. انا اليوم هذا السوفت وير انا عم ببيعه لكل دول العالم، صح؟ فإذا أنا اليوم إجيت بدي أبيعه بالأردن، أوكي، إحنا بالأردن شو العملة الرئيسية في البلد اللي هي الدينار الأردني. تمام، أنا عشان الداتا إنتري عندي على السيستم تدخل بالدينار الأردني لازم أنا أعمل configuration بالسيستم اسمه currency اللي هي العملة، وأحدد أن العملة الرئيسية بالسيستم صار اسمها دينار أردني. تمام، وهذا تعتبر واحدة من الكونفيجريشن لازم تتعمل. فإحنا اليوم خلال مرحلة جمع المتطلبات بنروح بنقعد مع الكاستمر بنفهم منه
كل الكونفيجريشن المطلوب بما يخص البزنس تبعه. وغير الكونفيجريشن كمان بنفهم منه كيف البزنس بروسيس بيشتغلها، يعني اذا هو مصنع مثلا كيف بيشتري المواد الخام، كيف بيطلبها من السبلاير، كيف بيستلمها على ارض الواقع، كيف بيعمل كواليتي تشيك، بعدين كيف بتفوت هاي المواد الخام على خط الانتاج، جوا خط الانتاج شو بصير، شو عمليات الانتاج اللي عم بتصير، كم مرحله انتاج عم بمر فيها، هل في كواليتي تشيك مثلا بالمراحل الانتاج ولا لا، هل عنده منتجات شبه جاهزه، هل شبه الجاهزه بينباع، هل عنده منتجات الجاهزه مثلا بدها فحص، بدها عزل ولا لا. بعد ما يخلص عملية الإنتاج كيف بتصير عنا عملية البيع، هل هو ببيع مثلا بشكل مباشر لزباينه، هل هو عنده نظام توزيع، هل عنده سيارات توزيع، هل هو بيصدر ما بيصدر، هل هو بس ببيع محلي، قسم خلينا نقول شو بدي أحكي الجماعة المخازن مثلا، أوكي كيف مرتبة مستودعاتهم، كم مستودع عنده، المستودعات نفسها كيف مقسمة، شو الأوثوريتي بين المستودعات، شو تقاطعاتهم، يعني منفوت معاه بكل التفاصيل 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 تبعت البزنس ورك فلو. تمام، بس نخلص يا جماعة requirement gathering هاي كلها. طبعا هاي بتكون عبارة عن sessions طويلة، يعني ممكن تمتد لأيام، أوكي أيام ممكن تأخذ لها أسبوع أسبوعين إلى آخره. طبعا برجع هذا حسب تعقيد البزنس، لأنه في بزنس ستاندرد ما فيه إشي، وفي بزنس كتير معقد وكتير عنده خصوصية. هلأ وانس خلصنا هذا الحكي كله منروح هاي الريكوايرمنتس، منروح نعملها دوكيومنتيشن. أوكي دوكيومنتيشن هاي بنسجل فيها كل إشي تم أخده، including طبعاً منضيف على الدوكيومنتيشن الحلول اللي احنا اقترحناها. يعني اوقات كتير يا جماعة، بس برضو عشان تكونوا عارفين، اليوم شفتوا لما حكينا فكرة انه ما في عنا ERP perfect وبيغطي كل شيء، وعلى فكرة الشركات مو عاملة هيك قصوراً، اوكي هم عاملين هيك لسبب مهم اللي هي بدهم يتركوا مساحة للimplementers او للproviders للresellers انهم يعملوا كاستمايزيشن على السوفت وير. تمام، يعني انا اليوم الاس بي بزنس هون مثلا فيه مساحه رائعه جدا للكاستمايزيشن. شو يعني لما بحكي كاستمايزيشن؟ انا يعني عم بقصد انه انا اليوم الزبون او الشركه اوكي طلبت فيتشر معينه، هاي الفيتشر مش موجوده بالستاندرد فيتشرز اللي موجوده اوريدي بالسوفت وير من الشركه المصنعه من اس بي مثلا، اوكي ما موجود هذا الفيتشر. اوكي فاس اي بي نفسهم كبارتنر تاركين لي مساحه مشان انا ابرمج هاي الفيتشر الجديده اللي طالبها الزبون. طبعا اذا دوبل، يعني اذا بتتبرمج، هلا في اشياء طبعا غير قابله انها يعني غير قابله يعني لها لاسباب تقنيه ما مش دوبل، للشغلات اللي دوبل انها تنعمل البارتنر بيروح ببرمجها. هذا هو احنا بنقصد فيه مفهوم الكستمايزيشن يعني بشكل عام. تمام، فمن ضمن الدوكيومنتيشن احنا نكتبه اللي هي الكستمايزيشن كستمايزد سولوشنز، خلينا نقول للحلول اللي احنا بنقدمها للكاستمر مشان نلبي البزنس نيد تبعته ونحل له مشكلته عشان يقدر يتعامل مع السيستم وتكون عنده السايكل كامله. فاين، هلا هاي ثاني مرحله من المشروع. ثالث مرحله من المشروع اللي هي انه احنا كل شيء عملنا له دوكيومنتيشن نطبقه بشكل عملي على اس اي بي داتابيس. تمام، اللي هي عشان هو لما بده يجي يستلم الداتابيس تبعيته يشوف كل إشي طلبه موجود وصحيح 100% as required. اوكي هاي احنا بنسميها مرحله الرياليزيشن. هلا خلصنا الرياليزيشن من configuration customization والى اخره، نيجي على مرحله احنا بنسميها التستنج. اوكي شو يعني التستنج او اليوزر اكسبتنس؟ اللي هي انه احنا بنفرجي الكاستمر الشغل، هاي يا جماعه الداتابيس، هاي كيف ما طلبتوا، هاي الورك فلوز انعملت بهاي الطريقه، هاي البزنس انشغل بهاي الطريقه والى اخره. اذا كل الامور تمام بننتقل للمرحله اللي بعديها اللي احنا بنسميها للتريننج. التريننج هو انه احنا بندربه على السيستم كيف يستعمل السيستم. تمام، لانه بتعرفوا كل مديون هدول الديونز بقلبه شاشات وبالاخر هو سوفت وير بده يتعلم عليه. تمام، كل المستخدمين من كل الاقسام، كل حدا طبعا بما يخصه، يعني جماعه المبيعات بتعلموا عن المبيعات، المشتريات عن المشتريات والى اخره. خلصنا التريننج، بصفي اخر مرحله من المشروع هي انه احنا بنسميها الجو لايف. الجو لايف هي انه بس بكل بساطه ببلش يستعمل السيستم بشكل عملي على ارض الواقع
وببلش يدخل عليه حركات حقيقية. شو يعني لما نوصل حركات حقيقية؟ يعني بيعمل طلب شراء بيعمله من السيستم، بيعمل قيد محاسبي بيعمله من السيستم، بيسجل فاتورة مبيعات بيسجلها من السيستم، وهكذا. بصير السيستم أو بصير هذا الـ ERP software هو المحرك الأساسي لكل business process عم بيقوم فيها، عم بتقوم فيها هاي الشركة. أوكي، فهاي هي مراحل تطبيق المشروع اللي بيقوم فيها البروفايدر، بس عشان تكونوا عارفين. تمام، وزي ما حكيت لكم يعني هي برضو ستاندرد في كل الـ ERPs، ولكن اللهم اختلاف مصطلحات. هلا عشان انا افرجيكم بشكل عملي شو بنقصد بالبزنس ورك فلو، اذا بننزل تحت شوي بالداشبورد الكي بي ايز يا جماعه، هون مثلا في عندنا واحدة من الداشبورد اسمها purchasing process. اوكي، الـ purchasing process هي داشبورد جاي برضو مع السيستم ستاندرد. كل ايكون من هدول الايكونز اللي انتم شايفينها قدامكم هي بتعبر عن ترانزاكشن بقلب البروسيس. اوكي، خطوه بتنعمل عشان تم، خلينا نقول، عمليه الشراء. اوكي، بقلب الشركه المؤسسه الى اخره. تمام، ف الاسهم اللي بين الايكونز هي بتمثل السيكونس تبع الحركات، اللي هي انه لازم حركه تنعمل قبل حركة تانية وهكذا بالترتيب. ماشي الحال؟ ليش؟ لأنه طبعا في تبعات كثير لموضوع الترتيب. يعني أنا اليوم مثلا، هلأ هو صح الموضوع مأتمت، بس يعني أنتوا فكروا فيها بشكل بسيط أكثر. يعني هل أنا مثلا بشركة موجود عندي قسم مشتريات، تمام؟ هل يا ترى السبلاير المورد اللي أنا بدي أشتري منه البضاعة، تمام، هل يا ترى ببعث لي البضاعة هيك بدون ما أنا أعمل له بالأصل أمر شراء، بدون ما أنا أطلب منه أنه ابعث لي البضاعة بالمواصفات 1-2-3؟ أكيد لا، ما في سبلاير ببعث لك بدون أمر شراء. فاليوم أنا بالـ ERP أمر الشراء بحد ذاته هو يعتبر ترانزاكشن. أوكي، لما السبلاير يبعث لي البضاعة وجماعة المستودعات يستلموا البضاعة فيزيكلي على أرض الواقع، الاستلام هذا يعتبر ترانزاكشن. فالسيكونس هون بس بكل بساطة إنه ممنوع تعمل استلام بدون ما يكون في purchase order. أوكي، فكتير مهم هذا السيكونس مشان إنه إحنا نضبط إنه بالآخر يا جماعة اليوم ما إله معنى أبداً إنه أنا على الواقع أكون عم بشتغل بطريقة، أوكي، وأتعامل مع الـ ERP إنه هو بس data entry after the fact. هذا أكبر غلط بوقعوا فيه كل الشركات والمؤسسات اللي بتيجي بتطبق ERP. أوكي، بتعاملوا معاه كأنه بالآخر وورد صفة أو إكسل. غلط هذا الحكي. لازم الـ ERP أهم شرط من شروط نجاحه أنه هو يكون تريجر لبروسيس. شو يعني تريجر لبروسيس؟ يعني أنا ما أخاطب أساساً السبلاير تبعي إلا عن طريق purchase order طالع من الـ ERP. شو يعني طالع من الـ ERP؟ يعني الـ purchase order يكون already data entry تبعيته داخلي على الـ ERP تبعي، ومبعوث إيميل مباشر من جوا السيستم direct للسبلاير. وإذا ما في feature الإيميل هاي إنه ينبعث direct للسبلاير، على الأقل إنه يكون الـ PO مطبوع طباعة من السيستم ومبعوث إيميل as attachment للسبلاير. هيك حتى السبلاير تبعي بفهم انه احنا شركه بروفيشنال. اوكي، وما منعبي وورد دوكيمنت عشوائي، وكل مره كل ما بيجي عندنا بيرتشيسينج اوفيسر بيخترع له نموذج بيعبيه بطريقه مختلفه. لا، هو الموضوع مأتمت وانا عندي دوكيمنت واضحه موجود عليها لوجو الشركه، موجود عليها معلومات الشركه مطبوعه اوتوماتيكلي وفيها كل التفاصيل. فاين، فهذا لما اعمل هيك انا صفيت، انا عم بعمل تريجر للبيرشيسينج بروسيس، مش انه انا بحكي مع السبلاير وبضل انا ببعت ايميلات رايح جاي رايح جاي وبس اخلص كل الموضوع واثبت الطلبيه والسبلاير يعمل لي كونفرميشن اجي اقول لا استنوا ما انا ما دخلت البي او على السيستم. هذا اكبر غلط اللي توقع في الشركه. تمام، ف كثير لازم يعني يكون في بالكم شغله انه الـ ERP مشان ينجح في كتير له عوامل. أوكي، الـ involvement تبع الإدارة تبعت الشركة كتير مهم مشان الـ ERP ينجح، لأنه أوقات الإدارة، في كتير إدارات بتقول لك أوكي تمام بدك تشتري سيستم اشتري، بس أنا ما دخلني. هذا غلط.
يعني هذا من خبرتنا العملية لقينا غلط، لأنه المادة خلني هاي بتخلي إنه ما حدا عم يتحمل مسؤولية إنه نجح المشروع أو ما نجح. بلس كمان موضوع المستخدمين اللي عم يستخدم السيستم لازم يستخدموه بطريقة صحيحة. يعني كمان إنه أنا اليوم لما بعمل بي أو المفروض قيمة البي أو هاي تكون 1000 دينار، رحت أنا زدت لي صفر زيادة أنا كمستخدم، فأنا عملت كارثة هون. أوكي، فكتير مهم إنه اللي عم بعمل الداتا إنتري يكون فاهم شو عم بعمل، وماخذ طبعا تريننج أكيد صحيح، ومسؤول عن شغله، ولازم يكون طبعا مثل ما حكينا بالبداية لازم يكون في نظام موافقات برضو مشان أثبت العملية وتصير أدق. وغير هيك كمان كتير مهم موضوع زي ما حكينا إنه to monitor الأداء، لازم كل فترة والتانية نسحب تقارير من السيستم ونشوف بناء على التقارير هل الداتا عم تدخل بشكل صحيح أو لا. أوكي، إنه في شركات بتدخل 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 وبالآخر ما بتسحب تقارير. طب أنا شو استفدت؟ طب أنا بركي من أصل 10,000 فاتورة عم بدخل بس 2000 فاتورة، فأكيد أكيد معناته إحنا مش عم نعمل مونيتورينج على الداتا اللي عم تدخل وما عم نقيس الأداء، فصفى الـ ERP كأنه يعني الإمبليمنتيشن تبعه على الفاضي. أوكي، فعودة على الداشبورد اليوم خلينا أنا بس هيك نعمل سايكل بسيطة. اليوم أنا بدي أعمل purchasing process على السيستم. هلا اذا انا بلشت من عمليه احنا بنسميها purchase request، purchase request اذا بنفتح لها على الايكون رح نلاقي انه شاشه بسيطه. اوكي، هي شو يعني purchase request؟ هو عباره عن طلب الشراء الداخلي. اوكي، شو يعني طلب شراء داخلي؟ انا بالشركه ممكن اي قسم من الاقسام الموجوده بالشركه يطلب خلينا نقول ماده معينه، خدمه معينه، مشان الشركه تروح تشتري له اياها. يعني مثلا اذا احنا موجودين في مصنع، ممكن مدير الإنتاج يشوف أنه عنده نقص معين في مادة خام، وبناء على الطلبات اللي أوردي موجودة عنده الديماند، يعني بناء على طلبيات الزباين الكونفيرم، لقى أنه هاي المواد الخام الموجودة ما بتكفي عشان يقدر ينتج هالكمية من الطلبات. أوكي، فهو بتطلع بلاقي ما في عندي أنا مواد خام، فشو بيروح بيعمل؟ بدل ما يروح برا السيستم يبعث إيميل للحدا المعني من قسم المشتريات يقول له أنا بدي هالكميات المعينة من هاي المواد المعينة، اللي بيصير هو إنه بيفوت على السيستم وبيعمل حركة اسمها purchase request. أوكي، فإذا بتلاحظوا أنتوا purchase request هون هو طلب شراء داخلي. هلأ هو يعني يعتبر من البروسيسز، أو خلينا نقول يعتبر من الترانزاكشنز المهمة في purchasing process، ولكن مش إجبارية. أوكي، يعني اليوم إذا ما عملت أنا هاي الحركة لا أعتبر إني أنا خليت خلينا نقول بالبروسيس أو عطلتها، لا، ولكن يفضل يعني، لأنه اليوم برضو يعني عشان جماعة قسم المشتريات ما يتحملوا مسؤولية إنهم يشتروا بشكل عشوائي، إنه والله وصل المدير المالي مثلا أو وصل صاحب الشركة purchase order مثلا 100,000، طب على أساس أنت عملته؟ يعني أقل سؤال بينسأل لمدير المشتريات أو للبيرشيسينج أوفيسر اللي عمل البي أو، إنه على أساس أنت عامل هذا البي أو من سبلاير؟ لأنه يا جماعة اليوم أنا بدي أوافق على البي أو ينبعت لسبلاير، معناته أنا بدي أكون كشركة محضر حالي عشان البادجت. يعني هل أنا هذا البي أو اللي بدي أطلبه هل هو وذن البادجت تبعي ولا لا؟ هل أنا عندي كاش في البنوك، عندي سيولة عشان أنا أقدر أشتري بهيك مبالغ ولا لا؟ فيفضل انه يكون في عندنا purchase requisition internal مشان يبرر البي او. اوكي، هلا لما اجي انا اعمل purchase request طبعا بيكون في عندنا requester اللي هو الشخص اللي طالب. هلا زي ما انتم شايفين بما اني انا زي ما حكينا من البدايه انا عندي login على system بيوزر، تمام، فاليوزر تبعي اوكي هو by default السيستم بفهم انه هذا هو الريكوستر. اوكي، فكل حدا بفوت على السيستم يعتبر هو الريكوستر للـ PR اللي عم يعمله. ماشي الحال؟ خلينا هيك ندخل حركة عشان أفرجيكم. أنا بديش أفوت كتير تفاصيل لأنه بصراحة سيستم كبير ويعني ما فينا كله نختصره يعني بـ one lecture، بس يعني بشكل عام أنا اليوم لما بدي أعمل PR كتير مهم أني أنا أحط التاريخ اللي أنا بدي هاي الـ items تكون موجودة عندي. ففي عنا إشي اسمه required date. أنا باش بقول أنا بدي هاي الايتم مثلاً تكون عندي موجودة بعد 5 أيام. أوكي، فبحط أنا الخمس أيام، طبعاً ممكن أحطها كالندر، ممكن أحطها مثل ما انتبهتوا. بعدين ببلش أنا تحت يا جماعة أحط شو هن الايتمز اللي أنا بدي إياه.
فإحنا هنا مثلاً عنا بقلب هذا الفيلد راح تلاقي إنه ممكن إن أنا أفتح ألاقي إنه في عنا list of items ممكن إن أنا أطلبها، ماشي الحال؟ هلأ هاي الايتمز اللي موجودة يا جماعة هي already عبارة عن لستة طويلة بتكون already predefined، يعني إحنا لما نيجي نطبق مشروع عند شركة معينة نيجي بنقول للشركة يا جماعة شو الايتمز اللي انتم بتشتغلوا فيها. طبعاً إحنا هنا لما نقصد items، كلمة items بتعبر عن كتير شغلات، بتعبر عن items physical يعني tangible، خلينا نيجي نقول ملموسة ويتم تخزينها في المستودعات. يعني مثلاً نرجع مع مثال المصانع، المواد الخام هي tangible items وبتتخزن في المستودعات. النوع الثاني من الايتمز هو احنا بنسميها ايتمات خدمية، يعني هي اشي intangible. يعني مثلاً أنا اليوم شركة بروح بشتري خدمة انترنت من شركة زين، أوكي؟ لأنه شركة زين بالآخر بعتوا لي فاتورة بحاسبوني، صح؟ فأنا شو اشتريت منهم؟ اشتريت منهم خدمة، ما اشتريت منهم ايتم يتم تخزينه، اوكي؟ فمفهوم الايتم عندنا بالاس اي بي بزنس 1 هو هدول المعنيين، ماشي الحال؟ فانا اليوم لما بروح على الزبون بقول له شو الايتمز بيشتغل فيها، بيعطيني هدول، بيعطيني هاي الليستة، واحنا من شو بنعمل؟ بنروح بنعملها ابلود على الداتابيس، اوكي؟ يعني لانه اكيد اذا في شركات عندها عشرات الالاف من الايتمز، فما باجي انا بعرفهم 1 باي 1، أنا بروح بعملهم يعني أبلود مرة واحدة. في عنا طبعاً من ضمن الباكج تبعت السيستم في عنا أبلودينج تول. فأنا اليوم لما بعمل البي آر كريكوستر بروح بنقي شو الأيتمز اللي أنا بدي إياها، أوكي؟ وفرضاً أنا نقيت هدول الأيتمز، ماشي الحال؟ هلأ باجي أنا عند كل أيتم باجي بقول شو الكميات اللي مطلوبة، باجي بقول مثلاً بحدد الكميات. طبعاً هاي الكميات اللي عم تتحدد ما بتحدد بشكل عشوائي، تحدد حسب الايتم هذا شو هو وشو طبيعته. شو يعني شو طبيعته؟ يعني شو وحده القياس اللي بتعامل فيها. يعني انا اليوم يا جماعه اذا تنتبهوا في شغله عندنا بالسيستم اسمها سهم اصفر هون، اوكي؟ اذا انا بروح على السهم الاصفر شو راح اروح الاقي؟ راح اروح على شاشه ثانيه، اوكي، اسمها ايتم ماستر داتا، تمام؟ هاي الايتم ماستر داتا هي احنا بنسميها سوري ثواني تمام. هاي الايتم ماستر داتا يا جماعه هي بيسموها بطاقه تعريف الايتم او بطاقه الصنف، يعني في مصطلح ثاني، اوكي؟ هون انا بعرف الماده او الايتم اللي انا عم بحكي عنه، ماشي؟ هلا هي شاشه كبيره زي ما انتم شايفين، فيها كثير تابس، فيها كثير تفاصيل، من ضمنها طبعا رقم الماده، اسم الماده، شو تصنيفها، شو وحده القياس اللي بتعامل فيها اللي هو زي ما انتم شايفين في عندنا شيء هون اسمه يونت اوف ميجرز، وكتير طبعاً تفاصيل تانية، أوكي؟ فكتير مهمة طبعاً هاي الشاشة، وكتير مهم إنه كل الأيتم تعرف بشكل صحيح. هلأ في كتير شركات بتحط مسؤولية تعريف الأيتم عند نفس البروكيورمنت ديبارتمنت، في ناس تحطها عند الكواليتي، في ناس تحطها عند مثلاً في المصانع بحطها مثلاً ممكن عند الاندستريال انجينيرز، حسب يعني كل شركة بصراحة كيف تشتغل. بس الأصل إنه تعريف الأيتم ما يكون إشي عشوائي، يعني لازم يكون مسؤولية حدا معين، لأنه شغلة تعريف الآيتم شغلة كتير مهمة وكتير دقيقة، والغلطة فيها طبعاً ممكن كتير تعمل مشاكل لقدام، أوكي؟ فمنحط إحزن إحنا الكميات اللي بدنا إياها. وهنا طبعاً في عنا اللي هي آخر سعر شراء تم شراءه للمادة، بس طبعاً يعني هاي معلومة ممكن إنها تكون مهمة يعني هي فعلياً ما بتهم الريكوستر، لأنه بالآخر الريكوستر الشخص اللي طالب، يعني ما بيهمه بالآخر شو الأسعار لأنه هو ما وظيفته، هو بطلب بس. هلأ هاي المعلومة لمين مهمة فعلياً؟ مهمة للخطوة اللي بعديها اللي هي خطوة الـ PO الـ Purchase Order. ليه؟ لأنه كتير مهم لجماعة الـ Procurement يعرفوا الـ History تبع الشراء. هلأ هاي ممكن تكون أوتوماتيكلي يعني تطلع بيزد على أنه السيستم لحاله، طبعاً السيستم لحاله طبعاً بيخزن History الأسعار اللي تم الشراء فيها، بس إذا هذا الايتم مثلا أول مرة بشتري والريكوستر عارف عنده معلومة يعني إنه بالسوق يا جماعة هذا الايتم متعارف عليه مثلا إنه بعشرين دينار مثلا، أوكي؟ فبكتب هاي المعلومة توضيحا لجماعة البروكيورمنت مشان هن لما بيلموا عروض أسعار من السوق ما ينغروا
خلينا نقول أسعار عالية أو يصير في عندهم تضارب بالأسعار، خلاص إنه بياخذوا المعلومة من الريكوستر أوريدي اللي طلب، لأنه عارف شو الموضوع. هلا إذا كان عارف، هلا في كتير عالم تطلب ما بتعرف يعني موضوع الأسعار، بس يعني هي فيتشر بتكون مفيدة لجماعة البروكيرمنت. تمام. هلا تحت طبعا في كتير أعمدة بالشاشة، طبعا مش كل إشي مطلوب يعني خلينا نقول مانداتوري إنه يتعبى، في شغلات كتير أوبشنال. إذا تعبت بيكون إلها فائدة معينة، إذا ما تعبت عادي ما بتأثر على البروسيس. أوكي. وبس يعني عشان أنا ما أطول عليكم، خلينا نجي نقول إن إحنا بنعمل آد للبي آر. أوكي. هلأ شو يعني آد للبي آر؟ يعني إنه الريكوستر ضاف حركة البيرتشيس ريكوست على السيستم. تمام. انضافت خلاص، تخزنت حركة أوفيشل. فاين. هلأ هيك خلص عمل، هيك الريكوستر خلص. تمام. هلأ مين اللي بيفوت بعدين على السيستم؟ اوكي، او يعني اوريدي بيكون فايت طبعا بيطلع له البروكيرمنت اوفيسر. تمام. بيجي بلاقي انه انا في عندي بيرتشيس ريكوست انضاف. هلا هو كيف بيعرف انه في بيرتشيس ريكوست انضاف؟ في كتير طرق، في منها طبعا مثلا انه انا عندي اليوم من ضمن الفيت من الكي بي ايز والداشبوردز وهدول، في عندنا شيء بسموه كاونترز. اوكي. اللي هي انه كل ما ينضاف بي ار جديد على السيستم بيكون في عنده مثل هذا الكاونتر، المربعات اللي انتم شايفينها قدامكم، بيصير عداد بعد، يعني كل ما حدا ضاف بي ار عند البروكيرمنت اوفيسر على شاشته ببين انه عنده العداد زاد، فبفوت على هذا العداد وبيطلع له انه شو هن لسته البي ارات اللي انضافت. هاي طريقه. في طريقه ثانيه انه مثلا في عندنا تقرير بفوت عليه، مثلا هيو افرجيكم اياه، اسمه purchase request report. مثلا purchase request report، طبعا هذا تقرير من ضمن التقارير البلت ان ستاندرد بتيجي باكج السيستم. اوكي. بفوت عليه طبعا على التقرير، بلاقي في عنده عدد مهول من البي ارات اللي انضافت. اوكي. فبفوت عليها طبعا وببلش على الخطوه الثانيه. ففي اذا اكثر من طريقه يعرف شو البي ار اللي انضاف. واذا بده مثلا يعني للسهوله، مثلا هلا تخيلوني اني انا فايته، هلا عملت لوج اوت وعملت لوج ان بيوزر البروكيرمنت اوفيسر. اوكي. ففوت انا ووصلت للبي ار مثلا، مثلا واحده من الشغلات اللي بنقدر نستفيد منها اللي هي شيء اسمه هون لاست ريكورد، بفتح انا على البي ار اللي انضف. ماشي الحال. هلا انا كبروكيرمنت اوفيسر بدي امشي انا بالنكست ستيب. هلا في شغله يا جماعه بالنسبه لموضوع الابروفال اللي حكينا عنه، انا اليوم بالاس اي بي يعني بالبزنس 1 بقدر اني انا اعمل ابروفال بروسيس على كل حركات السيستم. فأنا مثلا إذا أنا كشركة عم بتطبق البزنس 1 وعندها الأبروفال من مرحلة البي آر، يعني من أول ستيب، ما حدا بيطلب بشكل عشوائي، لازم اللي بيطلب مثلا ياخذ موافقة من مدير القسم تبعه. يعني مثلا إذا المهندس طلب مادة ما بتروح مباشرة على المشتريات مشان يطلبوا من السبلاير، لا، بتروح أول شيء من المهندس، بتروح أول شيء عند مثلاً مديره المباشر، مدير الإنتاج فرضاً for example. أوكي. إذا وافق مدير الإنتاج ساعتها بينزل PR رسمي على السيستم. أوكي. يعتبر أنه PR approved. فكapproval أو كcheckpoint إحنا فينا نعملها on every single step. هذا طبعاً إشي متغير حسب سياسات الشركات. يعني هلأ كل شركة بيكون في عندها إشي بسموه خلينا نقول delegation of authority، في ناس بسموها authorization matrix، يعني باختلاف المصطلحات، بس بيكون في عندهم سلسلة من الموافقات هن بانينها internally، وبيجوا يقولوا لنا يا جماعة يا provider يعني أو كimplementer روح طبقها على السيستم. أوكي. وبناء عليه إحنا بنشتغل. فبعد الـ PR بيجي الـ procurement officer، شو بيجي بيعمل؟ في عندنا هاي الكبسة يا جماعة شايفينها اسمها copy to، هون بيجي وبيروح بحول البي ار للخطوه اللي بعديها. تمام. هلا الخطوه اللي بعديها هنا السيستم طبعا عاطينا تو اوبشنز، يا اما حولها لبيرتشيس كوتيشن او حولها لبيرتشيس اوردر. شو الفرق؟ مثل ما حكيت انا قبل شوي، ممكن انه المواد اللي مطلوبه هاي يا اما انه احنا شارينها من قبل بس بدنا ناخذ اوفرات احسن، او انه احنا مش شارينها من قبل اول مره نشتريها فاجباري لازم ناخذ اوفرات. شو يعني ناخذ اوفرات؟ يعني انا اليوم، انتوا تخيلوها، انت اليوم لو بدك تشتري لابتوب مثلا، اوكي، اكيد ما بتروح خلص في عندك هو سبلاير واحد ببيع لابتوبات، اكيد لا، في مليان عندنا سبلايرز ببيعوا لابتوبات، فانت بتروح بتلف على اكثر من سبلاير، على اكثر من محل ببيع لابتوبات وبتسعر. ففي عندك ممكن انه يكون نفس هذا اللابتوب بهاي المواصفات تلاقي له اسعار مختلفه، ممكن تلاقيه ب 500 دينار، ب 550، ب 600، وات ايفر. ماشي الحال. فهي الفكرة من إنك أنت تأخذ عروض أسعار. فإحنا اليوم
عن طريق السيستم مباشرة من خاطب هاي دول السبلايرز، أوكي، بنبعث لهم إشي بنسموه request for quotation، أوكي، إنه يا جماعة إحنا بدنا هاي الأيتيمز بهاي المواصفات، تمام؟ بليز بعثوا لنا عروض أسعار. هلأ السبلايرز أكيد accordingly بعثوا لنا عروض الأسعار. هلأ عروض الأسعار شو بيكون فيها؟ بيكون فيها طبعاً المواصفات، بيكون فيها السعر، بيكون فيها الكميات. هلأ ممكن يكون في سبلاير بيقول لك أنت طالب مثلاً 10 حبات أو مثلاً 10 كيلو whatever من الأيتيم الفلاني، أنا ما عندي، ما بقدر أورد لك، ما عندي كمية، ممكن أورد لك ماكسيموم 7، أوكي؟ في ناس بتقول لك لا أنا ما بقدر أورد لك 10، أنا المينيمم كوانتيتي تقدر أورد لك لازم تكون طالب مني 15، أنا حسب الستاندر تبعي ما بقدر أورد لك مثلا 10، ما بقدر يجزأ يعني، بكون في عنده إشي بسموه أوردر مالتيبلز، يعني إنه خلص عنده يعني مالتيبلز معينة ما بشتغل إلا فيها. وفي ناس طبعا زي ما حكيت لكم يعني بتورد حسب المطلوب، أنت طالب 10 بعطيك 10 ما عنده مشكلة. فبالآخر يعني كل أوفر بيكون فيه التفاصيل المطلوبة، ماشي؟ هلا هاي الاوفرات احنا شو بنروح بنعملها؟ بنروح كبروكيرمنت اوفيسر يعني بيروح بدخلها على السيستم. طبعا شو الفكره يا جماعه؟ هلا هم الاوفرات بالاخر بتوصل ايميلات كل الشركات اللي بتشتغل. هلا ليش يدخلها على السيستم؟ كتير مهم تدخل على السيستم لانه السيستم بيساعدنا نقارن بين عروض الاسعار. شو يعني؟ يعني هون انا من ضمن الموديول تبع البروكيرمنت لحلقه في عنا شيء اسمه كومباريسن، اوكي، اللي هو المقارنة بين عروض الأسعار تبعت المشتريات، أوكي؟ هذا built in report بيساعدك إنك شيني بيساعدك إنك تقارن، يعني بدل ما أنت هنا ما فيش يعني عروض أسعار مش مشكلة، بدل ما أن تروح أنت تأخذ هاي العروض وتطبعها وتروح تعمل مثلا ملخص على إكسل، أوكي؟ أنت كموظف يعني عم بحكي كبروكيرمنت أوفيسر وتروح تقارن، لا يا جماعة هذا سعره أعلى، لا هذا سعره أرخص، لا هذا مواصفاته أحسن، تختصر أنت على حالك كل هاي الفقرة والسيستم لحاله زي ما أنتوا شايفين بيروح بقارن وبيعمل هايلايت. يعني شو يعني هايلايت؟ بيضوي بالأحمر زي ما أنتوا شايفين على شغلات معينة، أوكي، مثلا بيضوي لك على الكوانتيتي المطابقة للإشي اللي أنت طلبته، بيضوي لك على السعر الأرخص أكيد لأنه كل حدا بحب أنه يعني ياخد دي المرتبة، بضوي لك مثلا على خلينا نقول تاريخ التوريد الأقرب، آه صح، لأنه أوقات مثلا أنت هلأ طالب هاي المواد مثلا بعد 5 أيام تكون موجودة، في ناس تقول لك لا أنا مضغوط ما بقدر أورد لك بعد 5 أيام، أنا يعني مينيمم بدك تستنى علي 2 أسبوع، أوكي، وفي ناس تقول لك لا أنا أوكي أنا أموري أون تايم ما عندي مشكلة، أوكي. فأكيد أكيد أنت بهمك ما تأخر، إذا أنت محتاج معتزها بعد 5 أيام أكيد يعني محرز أنك أنت ما تستناها كمان 2 أسبوع. ففي كتير شغلات حاله بعملك عليها هايلايت، هذا اللي عم نحكي عنه يا جماعة بالأتمتة، يعني قديش إحنا هون قاعدين عم نختصر وقت وجهد على الناس وفي نفس الوقت كله دوكيومنتد، ما في عنا إشي اسمه عاي أساس أنت قررت إنه هذا العرض أحسن واحد، ما في داعي الواحد يبرر حاله، خلاص السيستم هيك قال لي، السيستم قال لي بيزد على هاي الكريتيريا إنه أنا أحسن شيء أعمله إني أنا أروح مع هذا العرض، وبيزد عليه اخترت هذا السبلاير دوكيومنتد مع بروف، ماشي الحال؟ فهذا إذا بدنا نعمل عروض. إذا ما بدنا نعمل عروض خلاص مباشرة أنا هاي المواد بتعامل فيها أصلا مع سبلاير واحد ما في غيره، دائما بشتري منه، أوكي؟ فمباشرة شو بروح بعمل؟ بروح بحول البي آر لبيرتشيس أوردر، تمام؟ إذا بتلاحظوا هنا شغلة كتير مهمة إنه لما عملت الكوبي السيستم نسخ لي الداتا، يعني أنا ما كل ترانزاكشن برجع يا جماعة بدخلها فروم سكراتش، ما بعمل هيك، السيستم لحاله بيعمل لي كوبي بين كل حركة والحركة اللي بعديها. فهون أنا طبعاً لما عملت البي أو أنا طبعاً السيستم ما بيعرف من أي سبلاير بدي، فمطلوب مني بهاي المرحلة كبروكيرمنت أوفيسر إني أنا مين هو السبلاير اللي أنا بدي أشتري منه، تمام؟ هلأ لما أنا السبلاير يا جماعة إذا في هيستوري أسعار لهدول الأيتيمات من هذا السبلاير لحاله السيستم بيعبي لي السعر، إذا ما في هيستوري رح يجي فاضي طبعا وانا اعبي. هلا بس زي ما انتم شايفين يعني انا بقدر اكبس جوا السعر، يعني مثلا بهاي الشروه تحديدا السبلاير قال لي لا انا سوري هذا الايتم غلي علي ما بقدر انا ابيعك اياه مثلا ب 100 صار مثلا 110، فعادي كبروكيرمنت اوفيسر لازم احط الواقع، لازم احط الاسعار الحقيقيه اللي اتفقت فيها مع السبلاير، ماشي الحال؟
وطبعا بحط بقى التفاصيل زي مثلا انه اللوجيستكس مثلا هون انه هو وين الادرس اللي هو يورد لي عليه البضاعه مثلا اذا انا مصنع عندي مالتيبل لوكيشنز مالتيبل وير هاوسز كثير مهم هذا الموضوع. بلس كمان هون مثلا عندي الاكاونتنج مثلا كثير مهم اني انا احط شروط الدفع مثلا بيني وبين السبلاير انه يا جماعه انا هذا السبلاير متفقه معه انه ادفع له مثلا قيمة البضاعة بعد 30 يوم مثلاً من تاريخ التوريد. أوكي؟ تعرفوا طبعاً كتير في شركات عندها شروط دفع يعني ومختلفة طبعاً وبين سبلاير وسبلاير كانت تختلف حسب الماتيريال حسب هي عم تستورد هي عم تشتري محلي يعني في كتير كتير فاريبلز. المهم واحدة من الشغلات اللي تحدد اللي هي شروط الدفع. هلأ ليش مهم تحدد شروط الدفع؟ هلأ راح نشوف لقدام على مستوى الانفويس. اوكي خليني احط انا مثلا انه هون 30 يوم مثلا من التاريخ بدي ادفع ماشي الحال. هلا مجرد يا جماعه ما انا عملت البي او في شغله كمان مهمه بدي احكي لكم اياها بالنسبه للدليفري ديت. الدليفري ديت على البي او هو شو هو؟ هو تاريخ توريد متوقع. اوكي هلا بيز على انه انا البي او هذا مبني على بي ار انتم انتبهتوا انا حطيت انه انا البي ار بدي الايتيمز تكون موجوده عندي بعد 5 ايام صح؟ مباشرة لما عملت كوبي لحاله السيستم أخذ إنه تاريخ التوريد المتوقع على البيرجس أوردر هو نفس تاريخ الريكوايرد اللي هو 14/1 أوكي اللي هو كمان 5 أيام. هلأ هذا تاريخ التوريد ممكن كمان يختلف يعني حسب ممكن أنا السبلاير يقول لي مثل ما حكينا ما بقدر أورد لك أنا بهذا التاريخ فبحط أنا تاريخ اللي حكى لي عن السبلاير بالآخر ماشي الحال. هلأ مجرد يا جماعة ما أنا بعمل آد للبيرجس أوردر يعتبر إني أنا ثبتت البي أو أوفيشلي على السيستم. أوكي فمثلا واحدة من الشغلات اللي احنا مفعلينها شفتوا لما حكيت لكم من البداية على الكونفيجريشن والسيتنجز واحدة من الشغلات اللي احنا مفعلينها مثلا بهاي الداتابيز انه اذا في عندي بي ار تحول لبي او ابعث لي تنبيه. شايفين هذا البوب اب مسج اللي طلعت مباشرة فهذا احنا بنسميه نوتيفيكيشن او بنسميه اليرت. اوكي عادي طبعا في ناس بتفعله في ناس ما بتفعله حرين بس يعني واحدة من الفيتشرز اللي هي انه السيستم لحاله بيبعث نوتيفيكيشن لليوزرات او يعني المستخدمين اللي عم بيستعملوا السيستم. فهاي طبعا واحدة من الشغلات اللي بتميز اس اي بي. في كثير ناس مثلا يعني اي ار بي ثانيين بقصد ما عندهم قصة النوتيفيكيشن انه اوتوماتيك يطلع من السيستم نوتيفيكيشن او اليرت مش موجوده. تمام هلا اليوم اذا انا بدي ارجع هلا على البي او اللي نعمل بشوف انا لاست ريكورد ماشي الحال. هلا واحده من الشغلات اللي كتير حلوه موجوده عندنا بالاس اي بي بزنس 1 شيء اسمه ريليشن شيب ماب. اوكي شو يعني ريليشن شيب ماب؟ اذا انا بروح رايت كليك يا جماعه اي محل فاضي بالشاشه في عندي هاي الكبسه بكبسها اسمها ريليشن شيب ماب راح تفرجيني رسمه السيستم طبعا لحاله راسمها عم بتفرجيني رابط العلاقه بين الحركات. اوكي فهون شو عم بيقول لي قاعد هذا يعني بسموه زي visualization للي صار انه انا اليوم السيستم عم بيقول لي انه انت في عندك حركة اسمها purchase request صارت هاي ال purchase request اتحولت يعني هذا السهم معناته تحولت ل purchase order. اوكي فتخيلوا قديش هاي الفيتشر حلوة انه انا اليوم على اي حركة من حركات السيستم اذا انا بفوت كتير easy اني انا اعرف history البروسيس كاملة. اوكي متى صارت كيف صارت على حركة بنات بأي تاريخ شو كانت قيمتها شو رقمها بلس كمان شغلة كتير مهمة مين عمل الحركة مين اليوزر اللي عمل الحركة. يعني مثلا هنا واحدة من الشغلات اللي موجودة عندنا فيتشر بالسيستم انه في عندنا اشي اسمه access history في عندنا access log history في عندنا اشي اسمه show history. هاي شغلات كلها عبارة عن logs بتساعدنا انه احنا نعرف مين هن اليوزرات او المستخدمين اللي خلقوا هاي الحركات او عملوا عليها تعديلات معينه مشان شفتوا قصه الاكاونتابيليتي اللي حكينا عنها من البدايه. تمام هلا شغله كثير مهمه كمان بدنا نحكيها في البي او انه انا اليوم يا جماعه من البدايه حكيت لكم انه الهدف كله من الاي ار بي هو الانتجريشن صح؟ شو يعني الانتجريشن؟ يعني خلينا نقول السنترلايزيشن تبع الشغل تبع التواصل بين الاقسام انه انا شغلي بقسم معين بيأثر على اقسام ثانيين بدل ما انه كل قسم يكون بيشتغل بشكل معزول عن الثاني. فشو المثال العملي على هذا الحكي؟ انه انا اليوم لما عملت البي او طب انا على مين اثرت؟ انا اثرت على كثير ناس فعليا. اول شيء اثرت على جماعه المستودعات. كيف؟ اذا رجعنا هون بالسهم الاصفر على كرت الماده هون اللي حكينا عنه في بطاقه الصنف الايتم ماستر داتا
واحدة من التابز اللي موجودة اسمها ستوك داتا. أوكي؟ بالستوك داتا شو عم بيقول لك هنا؟ عم بيقول لك خلينا نقول سمري عن أرصدة المادة. أوكي؟ شو يعني أرصدة المادة؟ يعني قديش في عنا فيزيكال ستوك موجود في المستودعات. أوكي؟ فأنا عم بيقول لي هاي المستودعات اللي موجودة بالشركة عندنا 5 مستودعات، كل واحد طبعاً له رقم وإله اسم، وعم بيقول لي أنه والله بالمستودع الرئيسي اللي رقمه هذا 01 موجود on in stock. يعني in stock يعني physical on hand، حقيقة على أرض الواقع، تمام؟ موجود 390 حبة، تمام؟ وفي عنا طبعاً هاي بقى الأرقام، هلأ باش بحكيكم عنها هلأ. طب أنا لما عملت الـ PO وين أنا شايف الـ PO تبعي؟ أول شيء خلينا بس نرجع نتذكر هذا الـ PO إيش كانت الكمية تبعيته؟ الكمية 10، تمام؟ فبرجع أنا على كرت المادة بدي أشوف كمان، سوري، كمان شغلة في الـ PO اللي هي بدي أشوف من أي مستودع، تمام؟ فباجي هون مثلاً واحدة من الأعمدة اللي لازم أعرضها عمود المستودع، فهون شو المستودع؟ اللي هو الزيرو وان اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، تمام، ممتاز. برجع أنا هون على كرت المادة بطلع على الستوك داتا. طب وين بدي أشوف العشرة؟ أنا هون عم بشوف أرقام تراكمية إذا بتلاحظوا. هلأ من ضمن الأشياء اللي عم بشوفها عمود هذا الأوردر دي كوانتيتي، إذا بتشوفوا في عنا 2010. أوكي؟ طب شو يعني أوردر دي كوانتيتي؟ أوردر دي كوانتيتي يعني هي كمية متوقع إنها تدخل مستودعاتي، يعني هي كمية جاي على الطريق. أوكي؟ هلأ الكمية اللي جاي على الطريق هاي ممكن تكون من كتير مصادر، واحدة من المصادر إنه يكون معمول purchase order. فأنا اليوم كيوزر تخيلوني أنا مثلاً مدير مستودعات، مسؤول مستودعات، أو حتى مدير الإنتاج، أو حتى ممكن صاحب الشركة، أوكي؟ You never know. أي حدا عنده access يفتح هاي الشاشة، طبعاً شو يعني access؟ يعني صلاحيات authorization، لأنه برضه واحدة من الشغلات الموجودة بالسيستم عندنا هي أنه نتحكم بشو هي الشاشات اللي تفتح عند اليوزرات. يعني مش ما تتخيلوا فكرة أنه إذا أنا عندي user devices معناته أنا عندي access على كل السيستم، لا طبعاً أكيد لا. يعني جماعة المشتريات عندهم أكسس معين، الفاينانس عندهم أكسس معين، وهكذا، عشان segregation of duties، تمام، اللي هي فصل الصلاحيات بين الناس. فالمهم إذا أنا يوزر عندي أكسس على هاي الشاشة بدي أفهم أنا طب شو يعني 2010 يا جماعة، من وين أجوا هدول 2010؟ بدي أعمل بريك داون للرقم هذا. فباجي أنا مثلا واحدة من الشغلات اللي بتقدر تنعمل اللي هي بروح أنا رايت كليك على الشاشة بقول له أعطيني إشي اسمه stock status اللي هي حالة المخزون، تمام؟ بفتح أنا حالة المخزون وبعمل دبل كليك على اللاين، راح السيستم يفرط لي هاي الأرقام، يعمل لي بريك داون لهاي الأرقام. فاليوم بلاحظ أنا إنه هذا اللاين آخر واحد رقم 4 بتاريخ 9/1 من هذا السبلاير اللي اسمه ليزركم، انعمل PO رقمه 730، متوقع يدلبر ب 14/1 والكمية صارت 10. فإذا أول إمباكت عمله الـ PO أوكي هو إنه حدث على الأرصدة تبعت المخزون وقال إنه هاي الأيتيمز صار في إلها كميات متوقعة، مشان أي حدا فات على التقارير اللي هي ستوك ستيتس أو على كرت المادة، من طبعاً في كتير مصادر المعلومة بس يعني هدول منهم، يشوف إنه لا يا جماعة إحنا طلبنا طلبية، هاي الطلبية متوقعة توصل مثلاً بعد 5 أيام، فما ترجعوا تطلبوا طلبية تانية مثلاً، ما ترجعوا تفترضوا إنه لا ما في عنا ستوك جاي، ما في حدا حكى مع السبلاير، لا. فهمتوا علي؟ فهاي الفكرة إنه إحنا صح عملنا PO في قسم ولكن أثرنا على الأقسام الثانية، هاي كتير مهم الشغلة. هلأ تاني شغلة مثلاً أثرنا عليها اللي هي السبلاير نفسه. إذا هلأ بروح أنا على السهم الأصفر هون رح تفتح لي شاشة تانية اسمها Business Partner Master Data، هاي بطاقة صنف أو بطاقة تعريف مسلمياً هالمرة مش للآيتم، هاي لا إيش بنسميه إحنا Business Partner. Business Partner يا جماعة هو عبارة عن شريك الأعمال اللي بالاس اي بي بزنس وان بنقصد فيه 3 مفاهيم. بنقصد فيه زي ما انتم شايفين عندنا السبلاير المورد اللي مشتري منه، وفي عندنا الكاستمر اللي منبيع له، وفي عندنا شيء اسمه الليد. الليد هو عباره عن بوتنشال كاستمر. شو يعني؟ يعني زبون محتمل، يعني لسه ما بعناه بشكل اوفيشال، احنا عم نحاول نبيعه. يعني في كثير شركات في كتير شركات بيكون طبعا عندها كاستمر ليست اوريدي بتعب، يعني بيشتروا منهم، وفي ناس عم بتحاول تستهدفهم، يعني كاستمرز عم بتحاول تبيعهم قطاعات مثلا، عم بتحاول انها تدخل عليها، سواء عم بتحاول انها تاخذ فيها شير،
إلى آخره. فهدول طول ما هم لسه ما اشتروا مني بشكل أوفيشال يعتبروا زبائن محتملين. فهذا هو المقصود بالبزنس بارتنر. فأنا أي حدا بتعامل معه من كاستمر من سبلاير من ليد يعرف بشاشة البزنس بارتنر ماستر ديتا. فشاشة تعريفية طويلة عريضة فيها كتير تفاصيل من اسم الشركة، معلوماتها، إيميلها، تليفوناتها، عناوينها، شروط الدفع، سقف الذمة، بلا 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 إلى آخره. تمام؟ فنرجع لموضوع البيو. أنا لما عملت البيو لهذا السبلاير اللي اسمه ليزر كوم، وين بشوف أثره على الماستر داتا؟ هون إذا بتلاحظوا بالفيلدات الفوق على اليمين بالزاوية في عنا فيلد اسمه Purchase Orders، فيه هذا الرقم اللي أنتوا شايفينه اللي هو 13264. شو يعني؟ يعني هذا السبلاير في بيني وبينه مجموعة من Purchase Orders الأوبن. شو يعني الأوبن؟ يعني لسه ما وصلت بضاعتها، بس باختصار بقيمة مجموع هدول الـ purchase orders مجموعهم 13,000. طب أنا الأوردر تبعي قديش قيمته؟ هيو إذا بنرجع تحت، بنسكر الشاشة نرجع تحت، هذا الأوردر تبعي لحاله قيمته 13,200. فإذا أنا اليوم برجع للسبلاير وبكبس السهم الأصفر عند الـ purchase order، رح ألاقي إنه السيستم عمل لي break down وقال لي إنه في عنا 3 أوردرات مفتوحين، يعني الستاتس تبعتهم open لهذا السبلاير، من ضمنهم الاوردر تبعنا زي ما انتم شايفين بتاريخ 9/1 اللي قيمته لحاله 13,200. اوكي، هلا ممكن حدا يخطر على باله يقول لي طب ليش سالب مثلا. اوكي، هون بنفوت على اكاونتنج برينسيبل اللي هو انه انا اليوم لما بحكي عن سبلاير معناته عم بحكي عن ذمه دائنه. ماشي الحال للجماعه اللي ماخذين اكاونتنج؟ لما بحكي عن ذمة دائنة معناته أكيد أنا عم بحكي عن التزام. التزام يعني liability، وبتعرفوا طبعاً أنتوا بشجرة الحسابات. أوكي، اللي هي خليني أفرجيكم إياها. أنا اليوم من ضمن الفاينانس موديول عندي، خليني أعمل مينيمايز. ضمن الفاينانس موديول يا جماعة شغلة أساسية طبعاً نعملها أول ما نفتح الداتابيس، اللي هي بنحط chart of accounts اللي هي شجرة المحاسبة اللي موجودة عندي. فأنا للشارت بكام بس عشان انتم تتخيلوا شكلها، فيها الاصول، فيها الالتزامات، فيها راس المال، فيها المبيعات، كلفه المبيعات، فيها مصاريف تشغيليه، وباقي ما تبقى من تصنيفات اخرى. فاليوم لما بنحكي عن الالتزامات بنحكي هون عن الليابيليتيز، وهون طبعا بنكون معرفين حسابات الذمم الدائنه. فنرجع بنقول الانتجريشن، انا اليوم لا بسبب هذا التواصل بين الموديولز، فالسيستم لحاله بفهم انه يا جماعة لما تروح تعرف فندر افهم انه هذا الفندر هو عبارة عن liability. اوكي، وبالتالي حط لي ارقامه بالسالب لانه دائم. فاين. هلا نرجع للخطوة اللي بعديها، اللي هي انه البي او هذا بعد ما عملنا له confirm مع السبلاير، السبلاير شو next بيعمل لي؟ ببعت لي البضاعة، صح؟ هلا لما يبعث لي بضاعه معناته شو؟ انا هلا فتت على خطوه مخازن، هلا فتت عند جماعه المستودعات، لان المستودعات هن اللي راح يستلموا البضاعه فيزيكلي، صح ولا لا؟ فنفس الشيء راح جماعه المستودع او يوزر المستودع بده يعمل لوج ان على السيستم، وبده يوصل لمعلومه البي او باكثر من طريقه مثل ما حكينا، ويجي هون على البي او يعمل كوبي تو حركه اسمها جودز ريسيت اللي هي سند استلام بضاعه. ماشي الحال. هلأ هاي الحركة مجرد ما رحلناها على السيستم فيزيكلي بتدخل هاي الكميات. يعني اليوم أمين المستودع على الأرض لما بده يستلم الشاحنة أو يستلم الكونتينر أو whatever بده يستلم actual يا جماعة، يعني انطلب 10 حبات المفروض أنه هو وصله 10. هلأ إذا هو وصله 9 لازم يدخل على السيستم 9، لازم دائما السيستم يكون فيه real data. عشان هيك تذكر لما حكينا ما بس نتعامل مع السيستم انه after the fact، غلط. لانه اذا استلمنا على الواقع اشي على ورق بعدين ردينا دخلنا على السيستم ارقام تانية، صفر ما في له داعي السيستم، يعني فعليا ما في عندك معلومة دقيقة. ماشي الحال. فكتير مهم انه الكميات اللي تدخل تكون كميات صحيحة. هلا اللي بدي احكي لكم عنه فكرة وخلينا نختم فيها الحديث، ليه؟ انه مجرد ما انا عملت اد اليوم للحركة شغلتين كتير مهمات صاروا. اوكي، طبعا غير انه الالرت انبعث. يعني اذا برجع هون على سند الاستلام، اول شيء اذا بنرجع على كرت الماده يا جماعه
وعلى الستوك داتا رح ألاحظ هنا إذا بتنتبهوا على الأوردر دي كوانتيتي كانت 2010 صارت 2000. طب وين العشر حبات؟ العشر حبات انتقلوا لعمود اللي اسمه إن ستوك، فصار في عندي أنا 10 حبات قيمة حقيقية فيزيكال موجودة في المستودع. فإذا أنا بدي أعرف بريك داون دل 408 اللي هو الأون هاند، بروح مثلا رايت كليك على تقرير تاني بقول لي فرجيني حركات المخزون اسمه أودت ريبورت مثلا، وبروح بفتح عليه بلاقي هنا بتاريخ 9/1 زي ما أنتم شايفين هذا هي على المستودع الجنرال ويرهاوس، فات عندي سند استلام بقيمة 10 حبات بالكلفة اللي هي عبارة عن 200. أوكي؟ هلأ الكلفة طبعاً كيف انحسبت؟ برضو أوتوماتيكلي السيستم بحسب كلف، بس طبعاً هذا يعني حديث آخر لأنه يطول. هلأ الإشي الثاني المهم اللي بدي أحكي لكم عنه هو الأثر المالي تبع الاستلام، لأنه نحكي محاسبة. فاليوم شو يعني أثر مالي؟ يعني هل أنا اليوم دخلت بضاعة مستودعي هيك؟ لا، هاي البضاعة اللي دخلت على مستودعي هي زادت من القيمة المالية تبعت المستودع، صح ولا لا؟ فهذا محاسبيا لازم يكون في قيد مالي أثبت، صح؟ هلأ حلاوة بزنس وان هو إنه كل الحركات في الموديولز اللي بيكون في إلها أثر مالي بيقوم السيستم بيرحل الأثر المالي بشكل أوتوماتيك. يعني بمعنى آخر المحاسب ما بيرجع بعد ما أمين المستودع استلم، بيرجع هو بيدخل القيد المحاسبي بشكل يدوي بيقول من حساب كذا إلى حساب كذا. لا، إذا بتلاحظوا هنا على الجود ريسيت في عنا accounting tab، في عنا هنا إشي اسمه journal entry، وهاي journal entry إذا بنروح عليها بالسهم الأصفر رح نلاقي إحنا القيد المحاسبي مرحل بشكل أوتوماتيكي، أي اللي من حساب الانفنتوري أو المخزون حسب طبعا كيف بيكون معرف على الشار، أو من حساب مثلا هنا المواد الخام مثلا هيك مسمينه، إلى حساب وسيط اسمه بضاعة مستلمة غير مفوترة. هلأ هذا موضوع تاني طبعا ليش بنوسط حساباته وإلى آخره، في إلها requirement، بس الفكرة في الموضوع إنه هذا هو بنرجع بنقول كمان إثبات على الانتجريشن بين الموديول. اليوم قسم المخازن مجرد ما استلم أثر عندي على الأرصدة وأوتوماتيكلي أثر عندي على الفاينانس. فاليوم إذا بنرجع اليوم من جماعة بنطلع على الريليشنشيب ماب، شو رح نلاقي؟ رح نلاقي إنه السيستم حدث الريليشنشيب ماب، وشو قال لي؟ قال لي إنه البي آر اللي نعمل تحول لبي أو، هذا البي أو استلمنا بضاعته، والبي أو إذا بتلاحظوا الستيتس تبعيته شو صارت؟ صارت كلوز، شايفين هذا الإفل؟ صارت كلوز، شو يعني؟ لأنه أنا استلمت البضاعة بالكامل، أوكي؟ لأنه مثلا في عنا سبلايرز مثلا ممكن يبعثوا لنا بشكل جزئي يعني على شحنات، صح ولا لا؟ هلا اذا استلمنا بشكل كامل اوتوماتيكلي برضه السيستم بسكر البي او لحاله، ما في داعي اني انا كبروكيرمنت اوفيسر ارد ارجع على البي او واسكره. اوكي، فهيك بشكل عام يعني كسايكل خلينا نقول، يعني مع انه ما كملناها بس يعني المبدا نفسه بالاخر. هذا الحكي يا جماعه مش بس كبروكيرمنت، هذا بينطبق على كل موديولز السيستم. كل موديول سيستم معتمد على حركات، وكل حركة بتأدي للحركة اللي بعديها. يعني مثلا هاي البروسيس تبعت الستوك، في عنا كمان بروسيس السيلز، كل الموديولز إلى آخره كل واحدة في إلها بروسيس، وكل واحدة تأثر على الثانية وإلها فول امباكت على باقي كل الأقسام. بتخيل يعني خلص الوقت، إن شاء الله إنه ما أكون طولت عليكم يعني. ما بعرف. بالعكس 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 يعني يعني بشكرك على يعني صح، احنا هو بده وقت كتير لياخدوا فكرة اشمل، لكن صراحة اعطيتي مثال وافي، ويعني اعطيتيهم معلومات جدا راح تفيدهم يعني ان شاء الله. فمشكرك يعني على البرزنتيشن صراحة، وعلى وجودك معنا اليوم. يعني اذا بتسمحينا نبلش نشوف اذا في اسئلة عند الطلاب، اذا ما عندك مشكلة مش رح نطيل عليك، بعرف احنا طولنا يعني 5-10 minutes بالكتير ان شاء الله. اكيد اكيد، تفضلوا. يعني يمكن لو تسمحي لي انا اسأل سؤال بالبداية قبل ما اشوف الطلاب ايش عندهم. هلا انا عندي يعني صراحة فكرة عامة عن الـ SAP، وطبعا ما في اي حدا بشكك بقديه مفيد للانتجريشن للترانسبرنسي للافيشنسي باي منظمه او شركه. بس مرات انا يعني بسمع شويه كونسيرنز، ما بعرف، بحس ما بعرف اذا مدى صحتها، زي انه
مثلاً الكستمايزيشن للنيدز تبعون الشركات مرات إنه بكون صعب، لهيك مرات في بعض الشركات بتلجأ للوكل يعني سوفتوير رادر إنهم يستخدموا يعني مثلاً الـ SAP أو أي شيء تاني. شو رأيك يعني بهاي النقطة؟ وهل فعلياً في مشكلة بيكون بالكستمايزيشن لطبيعة الشركات والمؤسسات عنا أو لا؟ هلأ شوفي هلأ موضوع الكستمايزيشن تحديداً، هلأ خلينا نقول يعني شقين. هلأ أول شيء شفتي أنا لما حكيت ببداية إنه الكستمايزيشن اللي بينعمل هو الكستمايزيشن الدوبل. شو بنقصد لما نحكي دوبل؟ هلأ SAP لأنه هي شركة انترناشنال، فهن لما عملوا الـ ERP تبعهم عملوا حسب ستاندردز عالمية، تمام؟ يعني مثلا أنا اليوم جزء مثلا من الشغلات اللي موجودة إنه ما في عندي أنا سند استلام بضاعة زي ما هلأ شفنا بدون ما يكون في له أثر مالي مثلا، أوكي؟ لأنه إحنا لما نحكي عن مثلا هاي الداتابيس اللي أنا عم بشرح عليها نظام جرد مستمر، أوكي؟ فنظام جرد مستمر معناته أنا في عندي real time costing. هاي واحدة من قوانين الـ SAP Business One حسب كيف مصمم من SAP، أوكي؟ هلأ في شركات بتيجي بتقول لك لا يا جماعة أنا أوكي بديش أشتغل real time costing، ما بدي أنا أتحكم بالكوست بإيدي، أوكي؟ بالمقابل أنا بدي أضل مشتغل جرد مستمر بس أنا بدي أتلاعب بالكوست مثلاً. يعني إذا أنا ما بدي إنه زي ما أنت شفتي هلا كيف الكوست أخذها من سعر الشراء بالأصل، يعني صح ولا لا؟ مزبوط. ففي شركات مثلاً ما بتقبل هاي القوانين اللي موجودة بـ SAP، يعني ما بتقبل هاي الانترناشنال ستاندرد، أوكي؟ فبتقول لك لا أنا غيروا لي هاي الأشياء. هلا هاي الأشياء غير قابلة للتغيير، يعني هاي الأشياء لو قعدنا نعمل كستمايزيشن ونبرمج 100 سنة ما فيني أنا to overwrite logic SAP الأصلي للستاندرد، I cannot، وما بسمحوا لي هني أساسا، فهمتي علي؟ أنا كبروفايدر يعني. فإحنا أوقات في كتير شركات مثلا نحكي لها أنه لا ما فيك تعمل كذا لأنه كذا، فبقول لك لا ما بمشي معي، فبلجأ وقتيها لسيستم لوكال لأنه السيستمز اللوكال فيها already مبرمجين قاعدين، يعني بكون قاعد جنب المبرمج بقول له عمل لي وسوي لي، يعني هو أصلا بيعمله سيستم مثل ما هو يعني تايلر ميد بكون عم أقاسه، فهمتي علي؟ فأوقات كتير شركات بتستصعب إنها يعني في شغلة كمان مهمة بصراحة إنه من خبرتنا مش صحي إنه الشركة تنتقل من ورق يعني من طريقة كلاسيكية جدا لقفزة نوعية يروحها انترناشنال اي ار بي. هون اوقات كتير في شركات بوقع بمطبات وبيكون فيلير امبلمنتيشن لانه بيكونش زبون ماتيور، يعني بيكونش زبون قادر وكواليفايد انه ينقل هاي النقلة، يعني حتى الكلتشر بتكون بالشركة مش ريدي انها تنقل هيك نقلة. صح، بيكون بده مرحلة انتقالية يعني لحتى ينتقل لسوفيستيكيتد سيستم زي يعني زي الـ SAP او هيك شيء 100%. بس للشركات اللي فاهمانة طبعا وأوريدي بتحترم الانترناشنال ستاندردز وفاهمانة انه هاي الاشياء ما بصير يعني ما بصير حدا يقرب عليها وانه عن جد SAP عاملتها for a reason، اوكي، الكستمايزيشن اللي بيطلبوه بيكون كستمايزيشن للبزنس نيد، يعني انهانسمنت على البروسيس. يعني مثلا بيجي زبون بيقول لي انا بدي مثلا حقل زيادة على الشاشه، اوكي، من هلا الشات زي ما انتم شفتوا يعني فيها كتير حقول وكذا، بس بكون في عنده شغله في باله، حقل في باله بده يضيفه، هذا ممكن يفيده بتقرير معين بمونيتورينج معين، فبطلبوا لنيد معينة، يعني بيكون واضح ومبرر الطلب. فإتس فيري إيزي ببزنس وان إنه إحنا نعمل هيك الكستمايزيشن، وما وقف طبعاً الكستمايزيشن بزنس وان على بس مجرد ضغط حقول أو كذا، لا في عنا كتير بصراحة أوبشنز طويلة عريضة، يعني أوقات إحنا بنعمل موديولز كاملة فروم سكراتش، نعمل إشي بسموه آد أونز. فيعتبر يعني بعالم الانترناشنال إي آر بيز يعتبر البزنس وان كسمول اند ميديوم، طبعا هذا التير يعني ما عم نحكي عن لارج، هذا التير يعتبر بزنس وان من اكثر الاي ار بيز فلكسبيليتي بالكستمايزيشن. في اي ار بيز سمول وميديوم حتى حقل انه ينضاف شغله عويصه جدا 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 يعني، ف they avoid the customization altogether لانه صعب جدا. بس البزنس وان لا، فعليا احنا يعني من اور اون اكسبيرينس في كاستمرز يعني
يعني عملنا لهم اشياء بتخوف يعني. فهو لا it's very friendly to use بالكستمايزيشن جدا. اوكي جريت يعني thank you for your answer. رح اشوف انا شايف الطلاب رافعين ايديهم، رح نبلش بزيد وبعديها عمر. تفضل يا زيد. اول شيء يعطيك العافيه، حاب اشكرك على الوقت اللي ضيعتيه صراحه، ان شاء الله ما يكون ضاع، ان شاء الله يكون استفدنا، بالعكس استفدنا من هاي المحاضره. الله يعافيك يا رب. هلا سؤالي هو انه زي ما بنعرف احنا ونبدا مين فيتشرز لل SAP عن الاذر تايبس اوف سوفت ويرز اللي هو البيزنس انتليجنس، انه هو مفروض عنده زي انه خلينا نحكي بعطينا نوعا ما زي ديسيجن ميكينج ممكن او زي هيك. فانتوا جينا وان اسبيكت اللي هو موضوع لما متي زي كومباريزن بين اكثر من خي كان من اوردر، فانه كل واحد انه اعطانا مثلا احسن برايس او احسن ديت اوف تايم للدليفري او زي هيك، بس هاو فار كان ذس جو، انه لوين ممكن انه يعطينا انه هو ديسيجن ميكينج كابابيلتيز يعني ممكن يساعدنا مثلا باشياء ثانيه مثلا زي حل بروبلم معينه، يساعد المانجر يتخذ قرار معين، ولا بتقصر بس هو إنه... شوف احنا اليوم لما نحكي بزنس انتليجنس معناته احنا عم نحكي اناليتكس لداتا اوريدي داخله على السيستم. يعني اليوم انا كمانجر اوكي، يعني مثلا اذا هون انتم شايفين شاشتي تمام، اليوم انا مثلا باجي بطلع على المؤشرات بس على الكي بي ايز اوكي، انا مثلا باجي بطلع انه انا عندي مثلا بالكوارتر الاول بسنه 23 عندي توتال ريفينيو مثلا ليتس سي 100000 فاين. هاي ال 100000 اصلا هو كيف انه جابها السيستم، جابها من واقع الفواتير اللي دخلت تمام. فاليوم البزنس انتليجنس او الاناليتكس هو بيز على الداتا، فاذا الداتا داخله غلط معناته اكيد السيستم رح يعطينا اوتبوت غلط، فبالتالي احنا رح نعمل ديسيجن غلط. يعني اليوم احنا كل الهدف هو انه احنا نأتمت ونسهل اتخاذ القرار، بس اليوم السيستم ما رح يقدر يحل لي مشكله إذا أنا مش معطيته input. هلأ في يمكن في جملة شهيرة بقول لك garbage in garbage out، هو نفس المبدأ تماماً بأي ERP، إذا أنت ما عم بتدخل الانبوت الصحيح هو ما بقدر يحل لك مشاكل. هلأ بس مثال أكتر على يعني فكرة حل المشاكل تحديداً، في عنا مثلاً واحدة من الموديولز اللي موجودة هي جزء من package business intelligence، يعني موديول MRP اللي هو الـ Materials Resources Planning تمام. هلأ الـ MRP هو موديول كامل، هو سيميوليتر تمام، بيساعدك انك انت تفكر فعليا، يعني مش بس بحللك مشاكل، هو بيساعدك انك انت تعمل Planning. يعني كتير شركات تعمل طبعا Planning لشو؟ Planning للستوك فعليا اوكي. يعني انا اليوم في كثير شركات تيجي بتقول لك انا بعمل هذا الاكسرسايز كله على اكسل فاين. شو يعني على اكسل؟ يعني انا بجيب الستوك الحالي وبجيب الديماند وبجيب السبلاي وباخذ المينيمم اوردر بوينتس وباخذ المينيمم ستوك ليفل وكثير فاريبلز وبحسب انا حساباتي وبعمل كالكوليشنز طويله عريضه، كله كله هذا شغل على اكسل ممكن ياخذ وقت طويل جدا، في ناس تقعد فيه اشهر اذا عم نحكي عن ايتمز كتيرة، وفي ناس طبعا للشركات الصناعية بدخلوا معادلات التصنيع بالموضوع، يعني قصة طويلة عريضة. هذا الحكي كله بيلتغي تماما وبصير الـ MRP بكبسة زر بيعمل لك كل هذا الحكي، بيعمل لك كل هاي الكالكوليشن وبطلع لك اشي اسمه اسمه recommendations تمام. بالrecommendations شو بيجي بقول لك؟ بيجي بقول لك هذا الايتم based على كل هاي الفاريابلز وكل هاي الاناليتكس اللي صارت، روح اشتري منه 10 حبات من هذا السبلاير بهذا التاريخ. فيعني لغاية هذا الاكستنت انت فيك تأتمت شغلك وتاخد قرارات احسن، بس زي ما قلت لك هذا كله بيعتمد على الانبوت اللي داخل انه يكون صحيح ودقيق 100%. تمام اوكي تمام وصلت، شكرا لك، يعطيك العافية. أشكرك على الإجابة. تفضل عمر. يعطيك العافية، وبدي أحكي أنه thank you على المعلومات المفيدة. أنا سؤالي هو قديش نسبة الأشخاص يلي بيستخدموا الـ SAP بالأردن أو بشكل عام؟ راح صوتك اعمل ميوت شو فترة. اوكي هلا انا كنت بدي اسال انه قديش نسبه استخدام الاس اي بي عندنا بالاردن يعني بشكل خاص او بشكل عام بالشرق الاوسط.
هلا هو لو سمحتي بحكي عن الماركت شير للسوفت وير. اوكي هلا انترناشونالي اكيد هلا بنحكي بعد شوي. التوتال تيرن اوفر للاس اي بي بسنه 2021 صححيني اذا الرقم خطا 28 مليار يورو هيك حجم المبيعات للجروب كامل اي جس، وبنحكي عن 107,000 موظف انترناشونالي. هلا قديش الشير بالميدل ايست؟ اي ثينك اذا في عندك معلومه بس. هلا هو يا جماعه هاي الارقام طبعا فاريبل بتتغير من سنه لسنه، بس طبعا يعني عشان انتم تكونوا بالصوره، يعني الاس اي بي هو يعني دائما دائما بالرانكس الاولى، يعني سواء انترناشونالي او حتى بالمينا وبالاردن تحديدا، يعني من فتره زمنيه مش قليله، يعني انت عم تحكي من خلينا نقول من 6 سنين تقريبا. الاس اي بي بالاردن عم ينتشر بشكل كتير كبير، لانه زي ما قلت لكم من البدايه هلا الاي ار بي زي ما حكينا صار ضروره بطل لكجري، ف حتى كمان ثقافه انه الناس تكون معتمده بس على اللوكال اي ار بي تقريبا بلشت تتلاشى، كله عم بيروح انترناشنال. صح في منافسه لانه في اكثر من انترناشنال اي ار بي، بس الاس اي بي عم بياخذ بصراحه حصه كتير ممتازه، يعني من الحصص خلينا نقول الميجر، لانه مثل ما حكينا يعني هو بصراحه فيري يوزر فريندلي. يمكن انتوا بكره لقدام ان شاء الله بس تطلعوا على ماركت على الماركت وتشوفوا اكثر من اي ار بي وتشوفوا اليوزر اكسبيرينس، راح تشوفوا بعينيكم عن جد. وانا يعني عم بحكي من واقع تجربه، لانه انا شفت يعني اكثر من اي ار بي كيوزر اكسبيرينس من اكثر سيستمز فريندلينس خلينا نجي نقول بزنس وان، وكاستمايزيشن مثل ما حكيت قبل شوي كتير بوتنشال الكاستمايزيشن فيه رهيب. بلس كمان انه اس اي بي نفسهم كشركه كتير مهتمين بالسوفت وير، وكتير عم بيشتغلوا عليه وكتير عم بيضيفوا عليه انهانسمنتس وفيتشرز بنسبه منه فيرجنز. بلس طبعا انه في شغله كتير حلوه بصراحه يمكن ما تكون موجوده بي ار بي ثانيين انا ما ذكرتها، اللي هي قصه اللوكاليزيشن. اللوكاليزيشن هي فكره انه اس اي بي عامله من البزنس 1 اكثر من نسخه بحيث تلبق على البلد اللي انت بدك تطبقه فيه. فعليا تدعم اكثر من 200 دوله بالعالم كلوكاليزيشن. شو يعني؟ يعني معنى اخر انه انا اليوم هلا اذا بدي انزل البزنس 1 بشركه امريكيه، اوكي بروح لما بدي اجي اعمل الانستوليشن باجي بقول طبق لي لوكاليزيشن يو اس اي مثلا، اوكي. فمجرد ما انا اختار هذا الاوبشن السيستم كامل بيقلب حسب قوانين امريكا، من حيث الورك فلوز، من حيث الضريبه، من حيث الشاشات، كامل كامل بيقلب. فهذا كتير سهل بصراحه انترناشونالي انه ينتشر البزنس 1، لأنه بدل ما أنا أقعد أخترع شاشات وستيبس وبروسس بس مشان أنا ألحق قوانين البلد، بس بكبسة زر أنا بطبق. فلكم أن تتخيلوا قديش فليكسيبيليتي يعني نعمل من وراء هذا الموضوع. يعني إحنا بالأردن مثلا هلأ هن مش عاملين لل كل دول المينا specific localization، رح يعملوا قريبا، يعني هاي واحدة من الأشياء اللي موجودة على الرود ماب تبعت SAP بال next 5 years. بس مثلا إحنا so far يعني ما عانينا من هاي المشكلة، كل تقريبا يعني كل الشركات بالأردن، بالعراق، بالسعودية، بقطر، حتى بلبنان كلها شغاله على، طبعا احنا كبارتنرز او غيرنا كمان بارتنرز يعني موجودين بالريجن كلها شغالين على لوكاليزيشن UK، تمام، لانه ما في كتير فرق كقوانين ضريبه وكبزنس بروسيسز وهي الاشياء. فبس يعني اتس فيري ايزي بصراحه تو امبلمنت. بس يعني هذا كماركت شير. وانتو يو كان تشيك اون لاين كنمبرز، بس زي ما قلت لكم يعني هي متغيره بالاخر من كوارتر لكوارتر، من سنه لسنه، بس اكدوا انه يعني بالاوائل صراحه. يعني هو صراحه هاي جريت فيتشر، انا ما كنت اعرف عنها اللوكاليزيشن. يعني هو انا اي ثينك عمر كان هدفه بالسؤال يعرف انه اهميه، يعني بتعرفي مرات الطلاب بيكون في كتير سوفت ويرز هم حابين يتعلموا عليهم، يعني هو يمكن بده يرتب أولوياته إنه شو بالنسبة، يعني شو أكتر software ERP هم ممكن يستخدمه إذا كان راح يشتغل بالأردن، يعني وين يوجه الكابابيليتيز تبعونه. وأتوقع يمكن بصراحة هلا في كتير ناس من الشركات اللي إحنا طبعا طبقنا عندهم ودربناهم
يعني فرقت كثير معه لما نزل انه هو شغال على اس اي بي بالسي في، كثير كثير فرقت معه واخذ جوب اوفرز كثير ممتازه يعني. وكثير شركات يعني احنا يعني حسب الطلب يعني بنعطي سيرتيفيكت اوف تريننج يعني انه انت صرت اوفيشلي متدرب على بزنس 1. فكثير كثير يعني فرقت على حياه كثير ناس صراحه. أكيد هو صراحة يعني مجرد ما يخطر يعني مجرد ما نسمع يعني ERP أول إشي بيخطر بالنا SAP صراحة يعني. فيعني بشكرك على هاي البرزنتيشن الرائعة. أنا يعني مش شايفة طلاب تانيين عندهم أسئلة. ألس دكتور راضي عندك إشي بتحب تضيفه يعني؟ تفضل. أسلمي. شكرا رشا دكتورة. شكرا وسودت. شكرا كثير صراحة. This is the longest lecture ever في الأكاونتينج ديبارتمنت. يعني أبدعت. أنا سوري يعني إن شاء الله ما أكون طولت عليكم. Amazing. لا بالعكس. بالعكس. Amazing. الطلاب طبعاً بالأكاونت إنفورميشن سيستم يأخذوا كل هاي المودلز. وكمان الدكتور رشا لما تدرس كمبيوترز أكاونتينج they used to come across يعني هذا الكونتنت. فاليوم أنت أعطيتينا الإكسبنديتشر سايكل بصراحة اللي هي سبلاينج وكل الأشياء الثانية. أنا كان عندي سؤال بس مش عارف إذا هاي الفيتشرز موجودة ولا لا to be honest with you. مع إنه أنا يعني لما بتكون السوفت وير متوفر بدرب منيح عليها بعرف كل الاشياء تقريبا اللي فيها اللي هي الايفالويتد ريسيت سيتلمنت ERS ايفالويتد ريسيت سيتلمنت. ان السوفت وير بيشتغل as an agent مجرد ما تستقبل البضاعه وتعمل انت ريكوجنيشن للريسيفد جودز اوتوماتيكلي بيصدر فاتوره وبيحول على حساب السبلاير مباشره بدفع اوتوماتيك بدون ما تمر ولا باي اوتورايزيشن. تمام. مش عارف اذا هاي يس. هلا شوف هلا احنا عندنا بالبزنس 1 اذا بدك تعمل انه الفاتوره تطلع يعني مباشره ينعملها كرييشن خلينا نقول وانس انه نعمل الريسيت هاي بدها كستمايزيشن لانه الاصل الستاندرد اللي معمول بزنس 1 هو انه يجي المحاسب يعني وانس انه الريسيت ترحل اللي عملناه قبل شوي يجي المحاسب يحول الريسيت لـ AP invoice. أوكي. ليش طبعاً هم عاملين هاي الفقرة؟ لأنه هم بالحسب SAP standards يعني إنشاء الفاتورة تبعت السبلاير هو شغل المحاسبة. تمام؟ حصراً. ليش؟ لأنه هم بيرجعوا بيتأكدوا من الكميات مطابقة لفاتورة السبلاير، بتأكدوا من الأسعار اللي موجودة، بتأكدوا من الضريبة إنه لأنه خاضع مش خاضع، محلي استيراد معفي مش معفي، بتعرف هاي القصص كلها. إذا سبلاير معطينا ديسكاونت يعني كتير في تفاصيل. فعليا أمين المستودع هو آخره إنه هو يعمل هاي الكوانتيتيز وبس وخلص ويستلم كل التفاصيل الفاينانشال عند المحاسبة. فعشان هيك يا 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 هاي بتصير ممكن نحكي فيها بعدين إن شاء الله. صار تريننج للطلاب بتصير مينلي مع يسموهم البريفيد فيندوس المورد مفضل. إذا كنت أنت عامل contract for instance ومتفق انت وياه على اسعار فيها بتمر بسيزن معين تاخذ discounts بطريقه معينه بتاخذ حتى even payment conditions معينه. هذا كليات to be settled within the system وليتر اون هذا السيستم بس بيعمل لك يعني settlement وبدفع on time مجرد ما يصير في recognition للبضاعه بالستور بنفس اليوم تاخذ انت مصاريك بدون ما يصير في اي delay which is really nice. هاي بتحافظ على العلاقه الممتازه بين suppliers والشركات. يمكن هي بتلبق لأنواع بزنس معينة ما فيها الأدى يعني fluctuation بالأرقام. أوكي. شكرا جزيلا يعني دكتور رشا افتح المايك كمان ومعي. يعني بدي أشكرك سؤدود وشكرا جزيلا لـ SAP جودن سكايتك وبدي يعني تسلمي على كل زملائنا الأفاضل. لا أبدا بالعكس بالخدمة يعني إن شاء الله نكون خدمناكم. أنا بضم صوتي صراحة لصوت دكتور راضي. يعني شكراً إليك ولجهودك ولوقتك معنا ولسكاي تيك وعلى هاي البرزنتيشن الرائعة والمفيدة أكيد إلنا وللطلاب. يعني Thank you so much للفرصة وإن شاء الله نكون فدناكم يعني وللشباب يعني يعطيكم ألف عافية. بدي أستأذنك بشغلة بعد دكتور رشا. يعني هاي المحاضرة ريكودد وبدنا نحطها على السيستم عنا للطلاب اللي بيكونوا غايبين. إيه طبعاً أكيد. لا لا أكيد طبعاً إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. شكراً جزيلاً لجهودكم. عافية كمان للشباب إن شاء الله يعني قريباً نلتقى يعني تفضلوا لنا على المكتب كمان إن شاء الله. أكيد بنتشرف إن شاء الله. تعاوننا بالمستقبل بيكون أكثر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. شكراً لكم جميعاً. الله معك. مع السلامة. باي باي.
شباب الطلاب يعني احنا هيك انتهينا unless you have any questions يعني يعطيكم العافية وكل يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور راضي لجهودك معنا بتنسيق هاي ولا يهمك ابدا بالعكس يعني نشكرك جدا. تسلمي دكتورة. ان شاء الله راح نشتغل اشياء مور ادفانس وراح نحكي لها تدريب يعني الفصل الجاي ان شاء الله راح يكون في تدريب ان شاء الله يعني دائما جهودك لا لا دكتور واجبنا بالعكس عندنا اكتب اجريمنت معهم هم one of the best partners ever في تاريخ سمية بصراحة الله نعمل شيء منيح للطلاب رائعة صراحة اعطت يعني تفاصيل معمقة واعطتنا كثير من وقتها يعني اشكرنا اياها مرة ثانية ويعطيكم العافية جميعا. شكرا شباب وانا ببعث لك ان شاء الله اللينك تبعيت الريكوردد لكتشر وبنزلها عندي على الاي ليرنينج ان شاء الله وانا كمان مشان طلاب الكونفيرميشن سيستمز ثانك يو اكيد دكتور هلا بس توصلني ببعث لك اياها مباشرة يعطيكم الف عافية شكرا جزيلا تسلمي شكرا مع السلامة العافية شكرا طلابنا لحضوركم يعطيكم الف عافية.